بس وقف، يلا اظبط الكادر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي علمه القلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية الدي ان ايه، الدي ان ايه من الشباتر القوية جدا واللي بيجي فيها اسئلة كتير جدا، فحضرتك لازم أن تركز. بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين بقى ناخد 5 دقايق كده نقلة عشان انقل دماغك من المناعة والخلايا بتاعة المناعة والميكروبات والجهاز المناعي والخناقة اللي كانت ما بينهم. احنا رايحين في حتة تانية خالص ملهاش دعوة باللي فات دوت. بص يا عم، ديت خلية، اللي انا رسمته دوت غشاء الخلية، دوت الغشاء الخلوي. الغشاء الخلوي دوت موجود في كل الخلايا، يعني سواء كانت خلية حيوانية أو خلية نباتية فهي عندها غشاء خلوي. ومعلومة كده كنا قلناها في الهرمونات، إن الغشاء الخلوي بيتكون من مادة اسمها فوسفوليبيدات، والفوسفوليبيدات ديت بيدوب فيها دهون ولا بروتينات؟ دهون. يعني مين الهرمونات اللي بتقدر تعبر غشاء الخلية؟ الاسترويدات. فاكرين؟ الاسترويدات هي الوحيدة اللي بتقدر تعبر غشاء الخلية، بالإضافة للثيروكسين، الثيروكسين كمان بيقدر يعبر، فعشان كده المستقبلات بتاعتهم بتبقى جوه. فوتها. الحاجة اللي بعد كده، لو احنا رسمنا بره جدار خلوي، جدار خلوي، فاحنا كده بنتكلم بشكل اساسي عن الخلايا النباتية. بعض انواع البكتيريا والفطريات برضو بيبقى عندهم جدار خلوي، انما الخلية الحيوانية ما عندهاش جدار خلوي، عشان كده لما كانت بتتحط في ماء مقطر كانت بتنتفخ وتنفجر لان ما عندهاش حاجة تحميها، انما الخلية النباتية كانت تنتفخ ولا تنفجر، بتصل لاقصى انتفاخ. كويس. بصراحه انا ما يهمنيش الكلام ده، انا يهمني الحته اللي جوه ديت اللي هي ايه، اللي هي السيتوبلازم، واهم حاجه فيها بقى اللي هو الجزء اللي في المنتصف دوت اللي هو النواه. تمام. والنواه بصراحه واحنا بندرسها في اولى ثانوي كنا بنقول ان الغشاء بتاعها الغشاء النووي 2 ميم، مزدوج ومثقب. انا عايز كلمه مثقب، ان فيه ثقوب. يعني ايه مزدوج؟ يعني بيعمل كده. ما تهمنيش المعلومه دي قوي، اللي يهمني انه مثقب. ليه مثقب بقى؟ بص يا عم، هنا بيبقى فيه الماده الوراثية اللي هي ممكن تاخد كذا شكل، اهيت ممكن تبقى عاملة كده. ايه دوت؟ دي حاجة اسمها كروماتين او شبكة كروماتينية، وممكن تبقى واخدة الشكل دوت، دوت كروموسوم. ركز معايا في اللي جاي، ممكن تبقى واخدة الشكل ده، ده برضو اسمه كروموسوم على فكرة، عادي الاتنين كروموسوم. ايوه بالظبط، دوت ثنائي الكروماتيد ودوت احادي الكروماتيد. حد عارف المنطقة دي اسمها ايه؟ سنترومير. سنترومير اهي. وانا بحب بصراحة ان اي لفظ من الالفاظ ديت نفهم معناه، وكنا قلنا معناه قبل كده على فكرة. سنترو يعني سنترال، تمام، سنترو، ومير معناها قطعة. فاكرين حاجة اسمها ساركومير، القطعة العضلية، سنترومير فهي القطعة المتوسطة، القطعة اللي في النص اللي بيتصل عندها الكروموسومين. تمام. عارفين حاجه اسمها بوليمر؟ بولي هي اصلا بوليمير يعني متعدد القطع. مونومر اللي هو مونومير اللي هو احادي القطع، هناخدها كمان شويه ان شاء الله. طيب يبقى اذا الكروموسوم ممكن، او الكروماتين او الماده الوراثيه ممكن تاخد كذا شكل. ممكن ال 46 كروموسوم لو انا اتكلم عن جسم الانسان كلهم يبقوا لازقين في بعض وعاملين شبكه اسمها الكروماتين او الشبكه الكروماتينيه. وده امتى؟ ده في حياه الخليه عادي، يعني طول حياه الخليه بتبقى عامله كده. ولكن لما الخلية بتدخل في طور الانقسام عايز تنقسم سواء ميوزي او ميتوزي، تمام، لازم ان تتضاعف. وبعد ما تتضاعف بتدخل في حاجة اسمها الطور الابتدائي ثم الاستوائي ثم الانفصالي ثم النهائي. مش مهم، المهم اعرف بس ان الكروموسوم دوت، يعني دي الكلمة اللي هتتقال في الدرس الثالث، انه بيبقى بالشكل ده عند الطور الاستوائي. ايه الاستوائي دوت؟ اللي هي الكروموسومات بتنتظم كده عند خط استواء الخلية، علشان هيبدأ حاجة اسمها الجسم المركزي او السنتروسوم يطلع حاجه اسمها خيوط الايه، المغزل، عشان يفصل الكروماتيدات عن بعضها عشان الخليه تبدا تنقسم وتدخل في حاجه اسمها الطور الانفصالي. فتلاقي ان اهو خيوط المغزل وماسكه الكروماتيدات المفرده كده بعد ما فصلتهم عن بعض. يبقى اذا دي حياه الخليه العاديه، اهي الماده الوراثيه عامله كده. ده في الطور الابتدائي والاستوائي، ده في الطور الانفصالي ثم الطور النهائي لما تنتج خليتين جديدتين او يسمون خليتين بنويتين، ابناء يعني. يعني دي الخليه الام وديت الخلايا البنويه، خليتين بنويتين. ماشي، انت قلت لي ان ده مثقب، هو بيبقى مثقب ليه؟ بص يا عم الحاج، انا عندي دايما مشكله ان احنا بنقول ان الماده الوراثيه هي المسؤوله عن الصفات الوراثيه، صح؟ ففي هنا حاجه اسمها صفه وراثيه. الصفه الوراثيه ديت مثلا لون البشره،
المسؤول عنه بروتين يسمى بروتين الميلانين. انا بقى دايما بقى عندي مشكله ازاي هو الدي ان دوت موجود فين؟ موجود في النواه. ايوه، والصفه الوراثيه ديت في النواه ولا على الجلد؟ على الجلد من بره. الصفه الوراثيه ديت ممكن مثلا تبقى طول القامه. ايه علاقه الدي ان ايه اللي قاعد جوه النواه بان انا طول او قصير؟ ايه علاقه الدي ان ايه اللي جوه النواه بشعري مجعد ولا ناعم؟ ايه علاقته بلون البشره، بلون العين، بنبره الصوت، بحجم اليد، بحجم اعضاء الجسم؟ ايه علاقته بده كله ازاي اصلا؟ فقال لك ان الدي ان ايه دوت هو لازم يمر بمراحل عشان في الاخر تظهر الصفه الوراثيه. ايه هي المراحل بقى؟ تعالوا نختصرها هنا وبعد كده نفسرها على الرسمه. الاختصار ان الدي ان ايه بيحصل له عمليه نسخ علشان يبقى ار ان ايه، وبعد كده بيحصل له عمليه ترجمه علشان يبقى بروتين، والبروتين بقى هو المسؤول عن اظهار صفه وراثية معينة. يعني مثلا هتلاقي في الدي ان دوت بيتكون من جينات، هتلاقي في حاجة اسمها جين الميلانين. ده مش ميلانين، ده مش بروتين الميلانين، ده الجين اللي بيكون الميلانين. يعني ايه؟ يعني الجين دوت اللي هو دي ان ايه، انا هاخد منه نسخ، هعمل له نسخ يعني، واخد منه ار ان ايه بتاع الميلانين، وبعد كده هروح للسيتوبلازم اعمل له ترجمه عشان يبقى بروتين اللي اسمه ميلانين. الميلانين بقى بيظهر صفه وراثيه معينه اللي هو لون البشره. في جين تاني اسمه جين الجي اتش. خلي بالك ده مش هرمون الجي اتش، ده الجين اللي انا هكون بيه هرمون الجي اتش، تمام؟ فهعمل له عمليه نسخ الى ار ان ايه، وبعد كده اعمل له ترجمه عشان يكون الجي اتش ذات نفسه هرمون بروتيني. فين الكلام دوت؟ بيحصل في الفص الامامي للغده النخاميه، علشان الجي اتش ينزل يعمل اظهار صفه وراثيه معينه اللي هو نمو جسم الانسان، اللي هو نمو العظام ونمو العضلات. طيب انا عايز كتاب، هات الكتاب بتاعنا دوت. تمام بعد اذنك. الكتاب دوت انا هفترض ان هو كتاب الدي ان ايه. واحد هيقول لي ده كتاب المناعه والدي ان ايه؟ يا حبيبي مش ما اقصدش كده خالص، اقصد ان دوت الكتاب اللي فيه المعلومات الوراثيه بتاعتي. تمام، هفترض ان هو الماده الوراثيه اللي موجوده جوه النواه. حلو، هفتح الكتاب دوت هلاقي مكتوب عليه الجوهري. ايوه فعلا دي الماده الوراثيه بتاعتي. هلاقي بعد كده مكتوب مقدمه، مش مهم. بعد كده هندخل على اول حاجه، لقيت صفحه مكتوب عليها ميلانين 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 ميلانين، خمس صفحات ميلانين. فانا كده عندي كميه متوسطه من الميلانين، فانا لوني قمحي. جبت واحد تاني افريقي فهو اسمر، فجبت الدي ان ايه بتاعه، فبفتح وبروح لصفحات الميلانين، لقيت ميلانين 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 20 صفحه ميلانين. ميلانين كتير جدا، معنى كده انه هيكون عنده جينات ميلانين كتير، فهينسخ ار ان ايه كتير من الميلانين، فهيكون ميلانين كتير، فتظهر الصفه عنده بشكل اوضح فيبقى اسمر. في واحد تاني لا هو اشقر من اوروبا، فبالتالي بنبص لقينا ميلانين ميلانين اتنين بس، فعنده كمية قليلة من جينات الميلانين، فعنده كمية قليلة من نسخ اللي هو هيعمل نسخ قليل يعني، فالار ان قليل، فالميلانين قليل، فالصفة ظاهرة بس بكمية قليلة، فهو ابيضان. في واحد تاني بقى لقينا صفحات الميلانين مقطوعة. عارفين الشخص الامهق؟ في مرض كده اسمه المهقة او الالبينو او اللي هو يسموه عدو الشمس، اللي هو شعره ابيض ووشه ابيض وتلاقيه ما بيقدرش يفتح في الشمس، لان بالمناسبة الميلانين بيبقى موجود في العين عشان يحمي الشبكية. فهو عنده الحاجات دي كلها قليله. ليه؟ لان الجين مش موجود وده مرض. في واحد تاني بنبص بندور في الدي ان ايه بتاعه، لقينا مثلا جين الانسولين. تمام، موجود جين الانسولين، خلاص يبقى الراجل دوت ما عندوش السكر. تخيلوا ان احنا هنستخدم الكلام دوت في اخر درس في حاجه اسمها في الهندسه الوراثيه. في ايه بقى؟ في حاجه في الطب الشرعي. ازاي؟ عندنا مثلا ثلاثه مشتبه بيهم، ثلاثة مشتبه بيهم ان هم اللي عملوا جريمة القتل او جريمة السرقة او جريمة الاغتصاب او ايا كان. المهم في مسرح الجريمة في خلية من خلايا الشخص المعتدي، سواء بقى كانت شعر، جلد، دم واقع مثلا لان كان في بيتخانق مع الشخص دوت، حيوان منوي مثلا من جريمة الاغتصاب، ايا كان. المهم في خلية من هذا الشخص، هناخد الخلية ديت ونبدا نفحصها. لقينا ان الشخص المجرم المعتدي كان مثلا عنده السكر، جين الانسولين عنده سكر وراثي مش موجود، وانا عندي ثلاثة، فهبدا اشوف الثلاثة دول مين فيهم عنده السكر. في واحد بس اللي عنده سكر، خلاص يبقى هو ده. فهمت الفكره؟ يعني انا هستخدمه، هتسهل عليا في الطب الشرعي جدا. فهمتوا الموضوع بيمشي ازاي؟ طب ثواني عشان شكرا، في حته كده مش واضحه، اللي هو يعني ايه نسخ اصلا ويعني ايه ترجمه؟ انا مش فاهم. بص معايا،
الدي ان ايه بيبقى موجود هنا في النواة، والدي ان ايه بالنسبه للنواه كتاب مقدس لا يمكن المساس بيه، محدش يلعب فيه. يعني ايه يعني كتاب مقدس بالنسبه للنواه؟ يعني ما ينفعش ان انا اخد منه حاجه. ازاي يعني؟ ما انا عايز اخده عشان اكون البروتين. لا، خد منه نسخه. يعني ايه؟ مش هو دي ان ايه، سيب الدي ان ايه زي ما هو. معلش انا هتعب، هتعبك معايا. ده كتاب تاني. اه هو ده. فهروح مثلا، هل انا هاخد الصفحه بتاعت الميلانين اقطعها واخرج بره عشان اكون الميلانين؟ لا، انت هتروح تصورها، تنسخها، فلما تتنسخ تتحول الى اخر مره، تتحول الى ار ان اي. هو اللي فوق دوت دي ان اي. الدي ان اي موجود فين؟ في النواه. الار ان اي بيتكون داخل النواه ويخرج الى سيتوبلازم عن طريق ثقوب الغشاء النووي، عشان كده مثقب، عشان يخرج منه الار ان اي. الار ان اي دوت رايح فين بقى؟ رايح للمترجم. مين المترجم؟ الريبوسوم. فاكرين حاجه اسمها الشبكه الاندوبلازميه الناعمه والخشنه والكلام ده كله؟ الشبكه الاندوبلازميه بيبقى عليها ريبوسومات كتير، كنا بنرسمها كانها نقط كده، هي العضيات المسؤوله عن تكوين البروتين. الريبوسوم ده ما شاء الله بقى هنيجي في الدرس الرابع وهندرسه بالتفصيل. فانت عارف ان هو عامل كده، احنا عملنا زوم على النقطه دي فطلعت معانا جزئين. ده الريبوسوم. الريبوسوم ده بيعمل ايه بقى؟ بياخد الار ان اي، يبدا يعمل له عمليه ترجمه، فيحول الار ان اي الى احماض امينيه ماسكه في بعضها اللي هو البروتين. والبروتين دوت مسؤول عن اظهار صفه وراثيه معينه. دلوقتي انا هقول اخر حاجه عشان الصوره توضح. دلوقتي انا فطرت، تمام؟ وفطرت حاجات مسكره، فالجلوكوز ارتفع في دمي، فانا هروح اخبط على خلايا بيتا في البنكرياس، تمام؟ اقول لها بعد اذن حضرتك الجلوكوز زاد، الجلوكوز زياده في الدم، فاحنا عايزين من حضرتك الجين بتاع الانسولين. فهي هتحول جين الانسولين الى ار ان اي، وبعد كده تترجمه فيتكون بروتين اسمه الايه؟ الانسولين، المسؤول عن اظهار صفه وراثيه معينه اللي هي ايه؟ اللي هي خفض السكر في الدم، اللي هو مرور السكريات الاحاديه الى الخلايا، اللي هو تحويل الجلوكوز الى جلايكوجين في الكبد والعضلات، او تحويل الجلوكوز الى دهون في مناطق الجسم المختلفه، اللي هي الوظيفه بتاع الانسولين يعني. طيب يا عم الحاج، لا انا اصلا صايم، فانا هطلع مثلا الساعه 5 كده المغرب، خلاص انا بفيص، الجلوكوز عندي هيجي لي هبوط خلاص وبيقل، ساعتها انا عايز مين؟ انا عايز الجلوكاجون، فهروح اخبط على خلايا الفا في البنكرياس، واقول لها بعد اذن حضرتك ممكن تطلعي شويه جلوكاجون. طب نعمل، طب تطلع جلوكاجون ازاي؟ هنروح للنواه، نحول الدي ان اي الى ار ان اي، وبعد كده نخرجه من النواه الى السيتوبلازم عشان يروح لعضي يسمى الريبوسوم. الريبوسوم يقوم بتحويل الار ان اي الى بروتين، المره دي البروتين اسمه جلوكاجون، مسؤول عن اظهار صفه وراثيه معينه، وهي تحويل الجلايكوجين الى جلوكوز، صح؟ عشان يرفع الجلوكوز في الدم تاني. تحويل الجلايكوجين المخزن فين وفين؟ في الكبد. ايوه كده، جلوكاجون بيأثر على الكبد بس، ما فيش عضلات، تمام؟ اه في جلايكوجين في العضلات، بس الجلوكاجون ما بيأثرش على العضلات، الادرينالين هو بيأثر على الاثنين، افتكروا. طيب ايوه بقى، احنا عايزين ايه؟ بص، هو المقدمه ديت كان لابد منها، احنا كده الحمد لله دماغنا اتنقلت، احنا كده في الدي ان ايه، سيبنا المناعه ووصلنا الدي ان ايه. انا عايز اقول لك بقى ان احنا هنتخيل ان الدنيا دلوقتي بتقلب من الوان زي ما انتم شايفين، الابيض واسود، وبنرجع لسنه 1800 وخشب، زمان جدا، ايام ما كان محدش عارف مين هي الماده الوراثيه، ما كانوش عارفين. اتنين من العلماء الافزاز قاعدين على قهوه العلم والعلماء، تمام؟ قاعدين على المصيه بره كده وبيشربوا القهوه بتاعتهم، وفجاه بيمر من قدامهم احد الشباب، فتلاقي الاثنين العلماء دول كانوا علماء اه بس متنمرين ونمامين وحاجه كده اعوذ بالله يعني، بس علماء مضطرين يعني ان احنا نقول عليهم. فهم بيبصوا للواد دوت، هو الواد دوت مش ابن يقول له هو مش ابوه اللي هو؟ ايوه يا عم هو. يقول له ما شاء الله هلف زي ابوه. ليه يا عم تتنمر على الناس؟ يقول له هو مش ابوه هلف؟ يقول له هو طويل، بس ليه تقول هلف؟ انا ما بوصف يا عم الحاج، هلف يعني طويل، يبقى ابوه طويل خلاص، يبقى هو طويل زي ابوه. احنا بنتكلم كلام علمي دلوقتي، ما بنتنمرش على حد. قال له اه صح. قال له اه وشعره اصفر زي امه. يقول له بس امه محجبه. يا عم وهي صغيره في ايه؟ شعر اصفر زي امه وزي اخواله يعني، ده اللي اقصده. يقول له اه. يقول له شايف الجزمه اللي في رجله؟ دي مش شاريها، ده مفصلها. عندهم اخفاف، رجلهم خف ما شاء الله، بيفصلوا جزم، جده كان كده الله يرحمه. تمام؟ شايف عينيه مسحوبه ازاي؟ بيقول لك اصلا جده ابو امه كان اصلا جاي مع هولاكو ايام المهول. اجداده متعلقين على باب زويلة، متنمرين. المهم يعني ان هم عمالين يقول لك في صفه
في صفات منتقله من الاب او من عيله الاب عن طريق الاب، وفي صفات منتقله من الام ومن عيله الام عن طريق الام. فهو شبه عمامه في شويه حاجات وابوه، وشبه اخواله وامه في شويه حاجات. هو بقى بيقول له ايه الحاجه اللي تنتقل من الاباء للابناء؟ قال له ده سؤال برضه، واحنا ما احنا علماء يا عم الحاج، يعني ما تسالش السؤال ده اكيد يعني الحيوان منه والبويضه. قال له اكيد 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 انا فاهم دي، اكيد مش ده السؤال بتاعي، انا اقصد ايه هو الجزء اللي جوه الحيوان المنوي والجزء اللي جوه البويضه المسؤول عن نقل المعلومات الوراثيه؟ قال له الماده الوراثيه. يا دنيا ما انا عارف ان هي الماده الوراثيه اللي هي ايه، يعني بالنسبه للحيوان المنوي، الحيوان المنوي ده ما هو في جسم قمي وفي هيالورينيز وفينا هو نواه فيها 23 كروموسوم وفي سنتريولان وفينا هو ميتوكوندريا وفي ديل، انهي جزء فيهم هو الماده الوراثيه؟ قال له اه ما اعرفش بصراحه، هم ما كانوش يعرفوا. انا عارف ان انت عارف، انا عارف ان انت عارف ان هو الدي ان ايه، بس احنا رجعنا ل 1800 وخشب، حد فينا يعرف؟ حد فيكم يعرف ايه من الماده الوراثيه؟ ما اعرفش، كان الكلام ده مش مرسوم على السبورة. طب احنا زمان دلوقتي، فنتخيل مع بعض برضو الخليه بتاعت البويضه، البويضه عندها غشاء وعندها هيالورينيك كده بره وعندها نواه سيتوبلازم وفيها ميتوكوندريا وفيها ريبوسومات وفيها نواه وجواها كروموسومات وجواها دي ان ايه وجواها حاجات كتير قوي، انهي جزء فيهم هو الماده الوراثيه؟ هو ده السؤال بتاع النهارده. انا عارف ان الدرس دوت يعني تحس ان هو مش منطقي، اللي هو يا جماعه احنا عارفين ان الدين هو الماده الوراثيه، قال لك لا اعمل انت مش عارف. فانت هتقول له عامل نفسي مش ايه مش عارف. بالظبط كده. تاني هنبدا الحصه بقى. الدرس الاول درس غير منطقي بالمره صراحه. انا من رايي ان المفروض كان المنهج يبدا بالدرس الثاني على طول، لان الدرس الاول بعنوان هنقول احنا لسه حبايب يوه ما خلاص قلنا، يعني هنقول هي مين الماده الوراثيه. ما انا عارف وانت عارف وبابا عارف وماما عارفه وكل الناس عارفين ان دي ان هو الماده الوراثيه، ليه بنلف على بعض؟ يقول لك لا معلش هو احنا عرفناه كده بالصدفه، في علماء تعبوا. قلت له يا عم كتر خيرهم شكرا. قال لك لا تعبوا ولازم انه خلد ذكراهم في كتب التاريخ. بالظبط في كتب الايه؟ التاريخ. مش الاحياء يا باشا. قال لك لا ما هو يعني ما هم تاريخ الاحياء فلازم يخلد ذكراهم في كتاب الاحياء. فده درس بعنوان مش الاحياء، ده بعنوان تاريخ الاحياء. كيف تم اكتشاف ان الدي ان ايه والماده الوراثيه؟ تاني هنمثل ان احنا ما نعرفش مين هي الماده الوراثيه، وهنقول ان يا ترى يا هل ترى انهي جزء في الحيوان المنوي، ويا ترى يا هل ترى انهي جزء في البويضه هو المسؤول عن نقل المعلومات منهم الى الابناء. ما انا ما اعرفش بقى والله ما اعرف لسه. تمام. فهم عمالين يتناقشوا مع بعض. قال له ثواني كده تعال نفكر في حاجه تانية، تعال نفكر في الانقسام الميتوزي او في التكاثر اللاجنسي مش التكاثر الجنسي. ليه؟ لان الخليه مثلا زي الاميبا لما بتيجي تنقسم ميتوزيا بتعطي خليتين، ركز كده في الجمله تعطي خليتين متطابقتين ومطابقتين للخليه الاصليه. ثواني، الصفات الوراثيه اللي هنا هي الصفات الوراثيه اللي هنا هي الصفات الوراثيه اللي هنا، يبقى اذا الماده الوراثيه اللي هنا هي اللي هنا هي اللي هنا. منطقي صح؟ طالما الاثنين تيبيكال شبه بعض يبقى اكيد الماده الوراثيه اللي فيهم شبه بعض. ايه الحاجه الوحيده اللي متساويه في الثلاثه؟ الكروموسومات. الحاجه الوحيده اللي بتنقسم بالتساوي هي الكروموسومات. هتقول لي لا على فكره دول منقسمين بالتساوي حتى اسمه منشطار ثنائي والخليتين قد بعض. حبيبي الخليتين قد بعض في السيتوبلازم بس مش قد دي، ورغم ذلك هما الاثنين شبه دي. بلاش، خلينا يا عم في التبرعم. مش انتوا عارفين ان البرعم شبه الخليه الاصليه تماما والصفات الوراثيه هي؟ طب مين الاكتر في السيتوبلازم؟ الخليه الاصليه. طب مين الاكتر في العضيات؟ الخليه الاصليه. في البروتينات، في الغذاء، في اي حاجه، الخليه الاصليه ما عدا الاثنين نون، ما عدا الكروموسومات. هنا قد هنا. تاني، الحاجه الوحيده اللي بتنقسم بالتساوي في الانقسام الميتوزي هي الكروموسومات. انا عارف ان انت ممكن تعترض هنا وتقول لا ده كل حاجه بتنقسم بالتساوي. تعالى هنا، لا ده كل حاجه ما بتنقسمش بالتساوي الا الكروموسومات هي المتساويه. تمام. فاذا الكروموسومات هي الماده الوراثيه. فصاحبه بيقول له كده، قال لا ده احنا اكتشفناها خلاص يا عم الحاج يلا. اذا الكروموسومات هي الماده الوراثيه، يلا نروح نسجل هذا الاكتشاف العظيم. قال له لا احنا فتحنا على نفسنا سؤال تاني اعوص من الاولاني، لان الكروموسومات بتتكون من حاجتين. الكروموسوم بيتكون من دي ان ايه
وبروتين، ملفوف حول البروتينات. فيا ترى يا هل ترى انهي جزء فيهم هو الماده الوراثيه؟ قال له لا، ده الكلام ده محتاج تجربه ومعامل وحوارات كتير، محتاج درس كامل اسمه اكتشاف الماده الوراثيه. قال له قبل ما نروح المعمل بكره واحنا قاعدين على القهوه كده مع بعض، تفتكر مين؟ قال له يا عم الحاج الكلام ده ما بيتقالش كده، الحاجات دي محتاجه تجربه. قال له يا عم قول رايك يعني. قال له والله انا شايف ان البروتين هو اللي هيكسب. ما شاء الله كان هبات. قال لك ايه، انا شايف والله البروتين هو اللي هيكسب، بس بصراحه يعني عشان يعني ندي كل واحد حقه، انا لو معايا سنه 1900 وخشبه انا كنت هقول برضو البروتين هو اللي هيكسب. ليه؟ لان المنطق بيقول ان البروتينات بتتكون من 20 نوع من الاحماض الامينيه، صح كده؟ طيب اما الدي ان ايه بيتكون من 4 انواع من حاجه اسمها النيوكليوتيدات. ومن المعلوم ان الصفات الوراثيه متنوعه، صح؟ احنا انتوا متخيلين احنا كلنا قاعدين في مكان واحد اهوت، عدد كبير ومفيش حد شبه التاني، وكل واحد عنده صفه مختلفه، ما بالك في جمهوريه مصر العربيه، ما بالك في افريقيا، ما بالك في العالم كله، ما بالك الناس اللي من لدن ادم الى يوم القيامه الساعه. الصفات متنوعه جدا، فعلشان الصفات متنوعه لازما الحاجه اللي بتتحكم فيها تبقى هي كمان متنوعه. مين اللي يعمل تنوع اكتر؟ لو انا معايا 4 عمال اشكل فيهم، ولا لو انا معايا 20 ده هيعمل تنوع اكتر. فبصراحه المنطق اللي كان ايامهم يعني بيرجح ان البروتين هو الماده الوراثيه. طبعا احنا بينا وبين بعض عارفين ان الكلام ده هبد مش صح، والديني هو اللي يكسب في الاخر. طيب لان هم ما كانوش يعرفوا يعني ايه شفره، لسه الشفره الوراثيه هناخدها في الدرس الرابع، ازاي الدي ان ايه بيعمل شفره، الشفره دي تتحول لار ان ايه، والار ان ايه تتحول لبروتين. ده درس كامل ان شاء الله. جميل جدا، دي كانت المقدمه اللي هتدخلنا ان هم قاموا من على القهوه وجم تاني يوم راحوا المعمل وبداوا في اختراع علم جديد يسمى علم البيولوجيا الجزيئيه. ايه هو علم البيولوجيا الجزيئيه؟ يقول لك هو احد مجالات العلم الحديث. الكلمه دي مضحكه جدا، لان الكتاب بتاعك بقاله حوالي 30 سنه ما اتغيرش، ومن ساعتها هو علم حديث عادي. ما علينا، احد مجالات العلم الحديث ومسؤول عن التركيب او الاساس الجزيئي للوراثه. يعني ايه؟ يعني دراسه مين اساسه الوراثه، يا ترى الدي ان ايه ولا البروتين، ولو هو الدي ان ايه بيتركب ازاي، يعني تركيب الدي ان ايه، وازاي الدي ان ايه بيتضاعف. مش انتوا عارفين الدي ان ايه بيتضاعف قبل الانقسام؟ عشان الاثنين نون تدي اثنين نون واثنين نون، فلازم يتضاعف. وازاي الدي ان ايه ثابت تقريبا عشان صفات الانسان الكائن الحي ما تتغيرش، وازاي الدي ان ايه بيتحول لار ان ايه، والار ان ايه يتحول لبروتين. كل الحوارات دي تحت علم يسمى البيولوجيا الجزيئيه. واحنا دلوقتي هناخد تقريبا تجربتين او ثلاث تجارب علشان نثبت، مش نثبت، عشان نكتشف مين هي الماده الوراثيه. انا داخل التجربه وما عنديش اي افتراضات، انا مش عارف، ممكن يبقى الدي ان ايه وممكن يبقى البروتين، انا عايز اكتشف مين فيهم هي الماده الوراثيه. احنا هنبدا باول تجربه اللي عملها عالم اسمه جريفيث. هو اسمه كده العالم دوت، كان على باب الله قاعد في المعمل بتاعه ومعاه شويه بكتيريا وشويه فئران. بكتيريا مسببه للالتهاب الرئوي، بكتيريا الالتهاب الرئوي، بس طبعا مش هيجربها على انسان، هيجربها على فئران زائد مجموعه من الفئران. البكتيريا المسببه للالتهاب الرئوي ديت منها نوعين، ركزوا عشان الكلام ده بقى احنا دخلنا في الجد. النوع الاول اسمه ار، والنوع الثاني اسمه اس. ثانيه واحده، الار ديت يا جماعه بيبقى الرسمه في الكروكي اللي احنا هنمشي بيها هي الرسمه دي، ودوت الدي ان ايه بتاعها. تاني اللي جوه دوت هو الدي ان ايه او الماده الوراثيه بتاعتها، والحاجات اللي بره ديت هي شكلها، ودي الانتيجينات بتاعتها. فتفتكر هي ناعمه ولا خشنه؟ خشنه، فعشان كده سميناها ار، رف، تمام. انما الناحيه الثانيه انا هرسم البكتيريا ار بالظبط، وادي الدي ان ايه بتاعها، ولكن البكتيريا اس عندها جزء زياده في الدي ان ايه. الجزء دوت بيديها صفات وراثيه زياده. ايه هي الصفات الوراثيه زياده؟ انه بيكون لها محفظه او كبسوله او غشاء او غلاف املس، فعشان كده بنسميها اس سموس. فهمتوا الار والاس جايه منين؟ بصراحه انا بسمي الار رحيمه، لانها لا تقتل الفئران، بتجيب لهم التهاب رئوي بس ما بتموتهمش.
الاس انا بسميها السامه لانها تقتل الفئران، بتجيب لهم التهاب رئوي حاد، التهاب رئوي قوي جدا. اقول لك ليه؟ لان الرحيمه رف يعني خشنه، يعني الانتيجينات بتاعتها مستخبيه ولا مكشوفه؟ مكشوفه، فالجهاز المناعي بتاع الفار بيتعرف عليها بسهوله، فبالتالي يقضي عليها، هيبقى استجابه مناعيه اوليه ضعيفه بطيئه ومش عارف ايه، وهيجي له اعراض المرض، هيجي له التهاب رئوي، بس هيكسب في الاخر، زي ما احنا بيجي لنا انفلونزا ونخف عادي، فالفار هيجي له التهاب رئوي بس هيخف مش هيموت. انما هنا دي كانها لابسه طاقيه لخفه، الغشاء او الكبسوله او المحفظه اللي بره ديت مخبيه الانتيجينات بتاعتها، فبالتالي الجهاز المناعي للفار لا يتعرف عليها بسهوله، فهي عماله تكسر فيه وتدمر فيه ومش عارف يتعرف عليها، فبالتالي تموته، تعمله التهاب رئوي شديد جدا وتموت الفار. سهله؟ طيب الراجل دوت بقى عمل اربع تجارب. التجربه رقم واحد جاب بكتيريا اس حيه وحقنها في الفران. طيب هنفترض ان دوت فار اهوت، دي فاره بتاعه المكتب، ما علينا. الفار دوت فلقينا ان حصل له التهاب رئوي حاد زائد موت، ماتت الفران. التجربه الثانيه حقناهم بالار الحيه، ادي الفران، فلقيناهم جالهم التهاب رئوي ما بين قوسين كده عادي مش حاد، ولا تموت الفئران، ما ماتتش، رحيمه. التجربة التالتة جاب اس، بس الاس دي تسخنها، عمل لها حاجة اسمها قتل حراري. ركز معايا، القتل الحراري دوت عبارة عن ايقاف العمليات الحيوية دون التأثير على المادة الوراثية، يعني الدي ان ايه اللي جوه البكتيريا هيفضل سليم زي ما هو، انما البكتيريا نفسها مش شغاله. كان انا بقول لك دلوقتي انا شلت الفيشه من الكمبيوتر، البرامج اللي على الكمبيوتر سليمه، مش بايظه، مش متهكره، مش متفيروسه، البرامج سليمه، بس هل البرامج تشتغل من غير فيشه؟ لا، ده اللي حصل بالظبط، ان احنا شلنا الفيشه، يعني العمليات الحيويه البروسيسنج المعالجه مش شغاله، ولكن الماده الوراثيه اللي جواها تمام، الانفورميشن المعلومات البرامج اللي جواها سليمه، ما اثرناش عليها، ما حللناهاش. دي معلومة مهمة. فلقينا أكيد يعني لما تحقنها في الفئران هي ميتة، هتعمل إيه يعني؟ لا تموت الفئران. منطقي. التجربة الرابعة وهو بيعملها إحنا كنا قاعدين فطسانين من الضحك. قلت له أنت بتعمل إيه؟ بص كده بيعمل إيه؟ بيقول لك أنا هجيب إس المقتولة حرارية. قلت له اللي هي ما بتموتش الفئران. قال لي وهحط عليها خليط من آر الحية. قلت له اللي ما بتموتش الفئران. قال لي وهحقنها في الفئران. قلت له اكيد الفئران مش هتموت، انت بتعمل ايه يعني؟ ما اكيد ما هو مالنا اذا يا ابني؟ يعني احنا واقفين كده اللي هو ايه الهبل ده؟ اكيد يعني اس المقتوله حراريا اللي ما بتموتش وار الحيه اللي ما بتموتش لما الاثنين يتجمعوا مع بعض اكيد مش هموتوا يعني. بنبص لقينا موت بعض الفئران. يا دي الكسفه اللي انت فيها يا حازم. كنا قاعدين نتريق عليه اللي هو اكيد يعني مش هيموتوا، ماتوا. قلت له يعني اكيد يعني حاجه تانية، ممكن يجي لهم برد، استهوا، ممكن انت مثلا ما فاهمني، سبت الباب مفتوح، اي حاجه يعني، اكيد يعني مش دول اللي موتوا. قال لي مش دي المشكله، ان انا باخد عينه، هو طبعا جاي لي وبيترعش، بيقول لي الفئران ماتت. قلت له يا عم ما تخافش يعني اكيد حاجه تانية. فقال لي لا، انا خدت عينه دم من الفئران ووجدت اس حيه. لا ثواني، قلت له يعني انت مش انت قاتلها؟ قال لي والله العظيم بايدي انا اللي قاتلها. قلت له ما يمكن عادت لتنتقم، انا قلت كده وخوفنا سلام قولا من رب الرحيم، لقينا اللمبه بدات ترعش، البيبان بدات تخبط، في صوت رياح، في حاجات بدات تظهر غريبه، وبدانا نجري. بعد كده جينا تاني يوم المعمل بنتسحب بالراحه وماسكين الكشافات، ودخلنا نشوف الاس الحيه ديت جت منين. ما هي كانت اس ميته، احنا اللي قتلناها حراريا بايدينا، هتصحى ازاي؟ مش هتصحى. وار حيه، طب ايه اللي حصل؟ قال لك حصل حاجه اسمها التحول البكتيري. ايه اللي حصل يا عم الحاج؟ حد يقدر يقول لي مين هي لحد دلوقتي ار بس كده؟ اس ديت يا عم الحاج، اس المقتوله حراريا، والبكتيريا الثانيه دهيت هي ار الحيه.
ايه اللي حصل؟ انتقلت المادة الوراثية من اس المقتولة حراريا الى ار الحية، فتحولت الى اس حية. مش دي كانت ار؟ وانا قلت لك الحتة اللون احمر المادة الوراثية بتاعت اس انتقلت اليها، والمادة الوراثية لما تنتقل مش بتظهر صفات وراثية، والجزء الاحمر ده مسؤول عن تكوين الكبسولة، ما بقت كونت كبسولة، ولما تكون كبسولة بقت من بره رف ولا سموس؟ خشنة ولا نعمة؟ فبالتالي هتبقى ار ولا اس؟ اس. وايه؟ حي. يبقى هي ما عادتش تنتقم ولا حاجة، ولا في عفاريت ولا الكلام ده كله. ده كل اللي حصل تحول بكتيري. ما هو التحول البكتيري؟ التعريف بتاعه هي عملية انتقال المادة الوراثية من اس المقتولة حراريا الى ار الحية، فتتحول الى اس حية. كأن انا دلوقتي الكمبيوتر اللي هو بايظ دوت، جبت منه الهارد، والكمبيوتر الفاصل، خدت الهارد اللي عليه البرامج سوفت وير وحطيته في كمبيوتر تاني شغال، فالكمبيوتر التاني بقى عنده البرامج بتاعه الكمبيوتر الاولاني، بقى يعمل نفس المهام اللي كانت بتحصل في الكمبيوتر الاولاني، زيه زي الكمبيوتر الاولاني تماما. تمام. طب ما في فكره، لو احنا قدرنا نقف نهوه وهي بتنط كده، نعزلها، نعزل الماده اللي بتنتقل من هنا لهنا، ناخدها ونحللها، مش كده هنبقى عارفين ماهيتها وكينونتها وتركيبها الكيميائي، ونعرف هل هي بتتكون من دي ان ايه ولا بروتين، وبذلك نقدر نعرف مين هي الماده الوراثيه. تاني، احنا بنتكلم عن تجربه تسمى تجربه التحول البكتيري. مين اللي قام بيها؟ العالم جريفيث. عملها على بكتيريا المسببه للالتهاب الرئوي، على مجموعه من الفئران. عندك كم نوع من البكتيريا؟ في واحده اسمها ار، واحده اسمها مين فيهم بتموت؟ مين فيهم خشنه؟ مين فيهم الانتيجينات بتاعتها ظاهره؟ مين فيهم الجهاز المناعي بتاع الفرما ما بيعرفهاش؟ اس، عشان عليها محفظه او غلاف او غشاء او كبسوله من بره. تمام، حلو جدا. بعد كده عملنا اربع تجارب. التجربه الاولانيه حقنا الفئران بمجموعه من اس، الحيه ولا ميته؟ حيه. فالفئران حصل لها ايه؟ التهاب رئوي حاد وماتت. تمام. بعد كده جبنا ار الحيه، جالها التهاب رئوي عادي وما ماتتش. بعد كده جبنا اس وعملنا لها قتل حراري الذي يقوم بتحليل الماده الوراثيه. لا، ما بيحللش، بيوقف العمليات الحيويه دون التاثير على الماده الوراثيه، وحقنها في الفئران فلم تموت الفئران طبيعي. التجربه الرابعه اللي كنا قاعدين كلنا بنضحك وكلنا بنقول اكيد، يعني اكيد اكيد الفئران مش هتموت، ما انت جايب اس المقتوله حراريا اللي ما بتموتش، وار الحيه اللي ما بتموتش، وبتحقنها في الفئران، فاكيد الفئران مش هتموت. بسم الله الرحمن الرحيم، ماتت بعض الفئران. ومش بس كده، الحاجه الفاجعه اللي كانت هتخلي قلوبنا في رجلينا ان احنا لقينا اس حيه رغم انها كانت ميته. فبعد كده لما دخلنا المعمل تاني وبدانا نشوف ايه اللي حصل، لقينا الماده الوراثيه انتقلت من اس المقتوله حراريا الى ار الحيه، فاكتسبت ار الحيه صفات اس، فبقت اس حيه. واس الحيه ديت لما طلعت موتت الفئران. طبعا بعض الفئران، لان عمليه التحول البكتيري محتاجه ان البكتيريتين يقربوا من بعض ومحتاجه ظروف معينه، ففي الظروف دي تحققت في بعض الفئران وفئران لا، عشان كلمه بعض مهمه. تمام. هنا موت كل الفئران، انما هنا موت بعض الفئران اللي حصل فيهم تحول بكتيري بس. فالعالم جريفيث قال لك لو احنا قدرنا ان احنا نقف في الطريق ونعزل ونحلل الماده اللي انتقلت من اس الميته الى ار الحيه، هنبقى عرفنا مين هي الماده الوراثيه. قلت له يلا نبدا. قال لي لا، انا قلبي مقبوض وكفايه الاكتشاف ده النهارده، اكتشفنا حاجه اسمها التحول البكتيري، احنا نروح النهارده ونصحى الصبح بدري ونيجي ايه نكتشف كل حاجه، اللي هو هنام دلوقتي واصحى الفجر. نام، ما قامش. مات العالم جريفيث قبل ان يكمل تجارب اكتشاف الماده الوراثيه. ولكن العلماء لا ينتهون، والعلم لا ينتهي. هيموت عالم، هيجي شلة علماء، وبالفعل جه عالم اسمه إفري وزملائه، شلة فعلا. لو واحد مات عادي هنجيب بدلهم. إفري وزملائه عملوا ايه؟ عملوا اللي كان الراجل ده عايز يعمله، عملوا عزل زائد تحليل للمادة المنتقلة من اس المقتولة حراريا الى ار الحياة، فوجدوا انها تتكون من دي ان ايه. اذن دي ان ايه هو الماده الوراثيه. الله عليك. طبعا مين اللي عمل الكلام دوت؟ العالم إفري وزملائه، الشله كلها. طبعا فرحوا جدا، عملوا هيصه كبيره. مش عارف يا رب ما تكونوا شفتوا الفيديو اللي نزل امبارح، عشان شفتوه. مين اللي شاف الفيديو بتاع امبارح؟ خلاص ما تتكلموش. طب ما عشان ما تحرقوش الدنيا،
مش عارف نزلوه امبارح ليه. ما علينا، خلاص بقى، ما خلاص استنى اصبر بقى. المهم إفرا وزملائه اكتشاف، يعني باكتشاف هذا الاكتشاف العظيم وبهذا الانجاز العظيم بداوا يحتفلوا، جابوا بقى حاجات وسكروا، جابوا عارفين شويبس رمان، لا شويبس اناناس عشان بيبقى اصفر، يحطوه في كوبايه اللي هي الطويله، مش كوبايه شاي، كوبايه طويله، ويحطوها تحت كده ويشرب ويسكر، تمام، اللي هو بيسكر بالوهم. المهم يعني خربوها في اليوم دوت، وجابوا تورته وكتبوا عليها يوم ميلاد الدي الماده الوراثيه الدي ان اي. خلاص بقى ما اكتشفنا ان دي ان هو الماده الوراثيه، وقال لك من بكره الصبح نصحى الصبح بدري نروح نجيب فطار، نركب العجله او نركب الحمار، نجيب سندوتش فول ومعاه حته خيار، ونروح على مبنى الاكتشافات العظيمه في العباسيه، تمام، عشان نسجل هذا الاكتشاف في مبنى كده، مبنى الاكتشافات العظيم، وده اكتشاف عظيم، فهيسجلوه فين يعني؟ في السجل العقاري، فاكيد في مبنى الاكتشافات العظيم. فيروحوا دخلوا استاذ مجدي، استاذ مجدي ده كان في الدور الاول، قال لهم لا يعني الكلام ده مش عندي، الاكتشافات العظيمه عند مدام عفاف في الدور الرابع، هتاخدوا منها امضه، وبعدين تاخدوا الورقه وتجيبوا طوابع وتطلعوا لمدام هدى في الدور السادس، بعد كده مدام هدى هترجعكوا تاني لمدام عفاف، ومدام عفاف تخلص وتعدي عليا في الاخر عشان تاخد خدم الايه النسر، او خدم الفرخه، عشان الفرخه هي اللي غاليه دلوقتي، مش عارفين كيلو الفراخ بكام. ما علينا ما علينا ما علينا. المهم دخل الاستاذ مجدي، طلعوا لمدام عفاف، جابوا الطوابع، طلعوا لمدام هدى، رجعوا لمدام عفاف، وقعدوا خلاص هيسجلوا الاكتشاف. فإفري وقف وقام قال لها اتفضلي يا مدام عفاف، ورقه وقلم واكتبوا ورايا. انه في يوم 9 سبتمبر 1800 وخشبه، فقد قام العالم إفري وزملائه، مش لوحده، راجل يعني بيحب يقدر الناس، لقد قام العالم إفري وزملائه بإكمال ما قام به العالم جريفيث، أو العالم المرحوم جريفيث، الفتحة يا جماعة، وقروا الفتحة وبعد كده كملوا، حيث قاموا بعزل وتحليل المادة التي انتقلت من إس المقتولة حراريا إلى آر الحية، فوجدوا أنها تتكون من دي إن إيه، وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن دي إن هي والمادة الوراثية. اكتبي يا مدام عفاف من سطر جديد يا مدام عفاف، وسجلي هذا الاكتشاف، دي إن إيه والمادة الوراثية. قالت له على فكرة بهذه المناسبة السعيدة مش هتعدي على أستاذ مجدي، أنا معايا ختم الإيه الفرخ، وقامت جاية مطلع الختم، مضت الأول وبتطلع الختم، وفي سلو موشن وهي تنزل بالختم، بيدخل واحد يفتح الباب ينطلق بيلهث، بيقوم جاي حاطط ايده على الورقه والختم نازل، فبينزل على ايده، فبتقول له ايه اللي انت بتعمله ده، انت ازاي تعمل كده؟ لا استنى يا مدام عفاف، استنى يا مدام عفاف، الاستاذ إفري وزملائه نصابين يا مدام عفاف، الاستاذ إفري وزملائه بيقولوا لك ان هم عملوا عزل وتحليل للماده الوراثيه ووجدوا انها دي ان ايه، بس اللي ما قالهوش ان الدي ان ايه يا مدام عفاف كان معاه شوائب من البروتين يا مدام عفاف، وانا ايش ضمني يا مدام عفاف ان ما يكونش شوائب البروتين هي المادة الوراثية وهي المسؤولة عن تحول الار الحية الى اس حية، مش الدي ان ايه، ايش ضمنا انا يعني؟ فمدام عفاف قام جاي بصها لإفري وقالت له الكلام ده بجد؟ الكلام اللي بيقوله ده بجد؟ فإفري قام جاي بصها ما عرفش احنا لقينا دي ان ايه، شفتش انا شوائب من البروتين. قالت له إفري انت ليه تعمل كده، انت ليه اديتني كل حاجه وفجاه خدت مني كل حاجه، انت بسيوني، انت يا إفري. وكانت لحظه مؤثره جدا طبعا، إفري في نص هدومه ضايق جدا وعمال يبص لزمايله، ينفع كده؟ قلت لكم حد هياخد باله ونعمل الحسابات بتاعتنا. المهم يعني جه بعد كده قال لهم يلا احنا بننسحب واحنا اسفين، وقطع الورقه وخلاص ومشي. فجاه في واحد من زملاء إفري، الراجل دوت اصلا انت اول ما تشوفه كده هتحس بالوقار، راجل لابس بلطو اسود طويل وبرنيطه سوداء ونضاره سوداء رغم ان هم اصلا كانوا بالليل، ما علينا، ونضاره سوداء وحاطط جوانتي ابيض وحاطط ايده كده، وايده هنا متعلق عليها شمسيه، وطول الوقت واقف عامل كده كاريزما ما اتكلمش، وهم عمال هو بيزقهم وهيخرجوا، قام جاي الراجل دوت الرجل الغامض بسلامته، قام جاي مدد ايده وقال لي إفري وزملائه محدش يتحرك، احنا هنرد على الراجل ده، احنا صح هو غلط. قام جاي قال له بس في شوائب من البروتين فعلا، قال له انا عارف ان في شوائب من البروتين بس احنا هنرد. فقام جاي قال له انا هطلع بالكارت دلوقتي، الراجل غمض بسلامته شال ايده من ايده وقام جاي نازل حط ايده في جيبه وطلع الكارت، وقام جاي مطلع الكارت. إفري وزملائه بيبصوا على الكارت ويقولوا يا ترى ايه الكارت اللي هو مطلعه دوت، لقوا الكارت مكتوب عليه انا انسحب.
ايه رقم جواز اصلا؟ ايه ايه؟ ما احنا كنا ماشيين، ما احنا كنا منسحبين يعني. انت وقام جاي له ليه اديتني كل حاجه وفجاه خدت مني كل حاجه؟ ما انت ليه بتعشمني؟ عشمني فيه وغدر فيا يعني. ما انا حسيت ان انت خلاص ده انت هتحط عليهم وفي الاخر انا هنسحب. قال له استنى ما اسمحلكش، انا بتكلم كلام علمي. مش احنا بنقول ان الدي ان ايه كان معاه شوائب من البروتين؟ احنا كافري وزملائه يعني بنقول ان دي ان هو الماده الوراثيه، والراجل الرخم اللي قطع علينا اللحظه الرومانسيه بتاعت مدام عفاف ديت بيقول ان البروتين هو الماده الوراثيه. انا هنسحب انا والدي ان بتاعي، يلا خد البروتين بتاعك وريني هتعمل بيه تحول بكتيري ازاي. هنسيب له البروتين، لو قدر يعمل بالبروتين تحول بكتيري يبقى هو الماده الوراثيه. طب لو ما قدرش يبقى يجي راكعا ويقول ان فعلا الدي ان هو الماده الوراثيه. يعني بص كده اهو، دوت الدي ان ايه ودوت البروتين، ادي شوائب البروتين وادي الدي ان ايه. احنا بنقول ان الدي ان هو الماده الوراثيه وهو بيقول ان البروتين هو الماده الوراثيه. قلت له خلاص انا هحلل الدي ان ايه، هنسحب انا والدي ان ايه. اتفضل البروتين اهو وريني هتعمل تحول بكتيري ازاي. انقل بقى البروتين بتاعك ده من اس المقطوع حراريا لار الحي وشوف هل هتتحول ولا لا. لم يحدث تحول بكتيري. قام الراجل غمض بسلامته وقال له شفت، يبقى دي ان هي الماده الوراثيه. احمد ومحمد الاثنين بيدخلوا مكان، تمام، بيجوا حصه مثلا ففي اله حاسبه بتتسرق من المكان، تمام. فاذا يا اما احمد اللي سرقها يا اما محمد. فاحنا قلنا ايه، احنا عايزين نعرف مين فيهم. فقلنا لمحمد ما تجيش النهارده، ما تجيش. فمين اللي هيجي؟ احمد. لو الاله الحاسبه اتسرقت يبقى مين اللي سرقها؟ يبقى لو ما اتسرقتش يبقى مين اللي كان بيسرقها؟ محمد. الدي ان ايه مش موجود، البروتين ما سرقش، ما عملش تحول بكتيري، يبقى الدي ان ايه هو اللي كان بيعمل التحول البكتيري. الرجل دوت مش الرجل الغامض بسلامته، لا، دوت الرجل الحاسم بسلامته. لان التجربه اللي عملها ديت اسمها التجربه الحاسمه التي حسمت الجدل بتاع افري وزملائه ومدام عفاف والراجل الرخم اللي دخل بيلهس من الباب وحط ايده عند الختم، تمام. ايه هي التجربة الحاسمة؟ هي عملية استخدام انزيم يسمى انزيم دي اوكسي ريبو نيوكليز. انا اسف هي لازم تتخضوا بيها كده، بس بعد كده هتلاقوه سهل. اسم الانزيم، ركز بقى، الدي اوكسي ريبو نيوكليز. جماعة ما انا قلت لكم اي حاجة من بعد الكوليسيستوكاينين خلاص، ما انت عدينا على سيفالوسبورين وكنافينين حاجات غريبة كده. فايه يعني دي اوكسي ريبو نيوكليز؟ ايه المشكلة؟ وعلى فكرة زي ما تعودنا تعال نفهم يعني ايه ديوكسي ريبونيوكليز. في حاجه اسمها دي ان ايه وفي حاجه اسمها ار ان ايه. يا سلام، دولت بقى اسمهم احماض نوويه، صح ولا ايه؟ ليه بقى احماض نوويه؟ لان هم موجودين جوه النواه. طيب هي نواه يعني ايه؟ يعني نيوكليوس، وحمض يعني ايه؟ يعني اسيد. فحمض يعني اسيد ونواه يعني نيوكليوس، يبقى نيوكليك اسيد اللي هو الحمض النووي، الريبوزي اللي هو الـ RNA ريبو نيوكليك أسيد، الحمض النووي الريبوزي، أو الديوكسي ريبو نيوكليك أسيد، الحمض النووي الديوكسي ريبوزي. يبقى إذن الكلام سهل، يبقى دوت أصلا اسمه كده ديوكسي ريبو نيوكليك أسيد، الحمض النووي الديوكسي ريبوزي. مش احنا متفقين ان اي حاجه عايزين نكسرها بنحط اخرها از، زي الكولينستريز، الهيالويوري نيز، اللايبيدات بتتكسر باللايبيز، مالتوز مالتيز، سكروس سكريز، اي حاجه اخرها از بتكسر. خلاص يا عم الحاج انا عايز اكسر الديوكسيرايبو نيوكليك اسيد، خلاص يبقى ديوكسيرايبو نيوكليز. قال لا طب ما هي منطقيه اهي، يبقى الاسم مش غريب ولا حاجه. انزيم الديوكسيرايبو نيوكليز بيحلل مين؟ الدي ان ايه تحليلا كاملا ولا يؤثر على البروتين. فبالتالي الدي ان ايه كانه انسحب ما بقاش موجود. ومين اللي اتفضل؟ هل حدث تحول بكتيري؟ لا يحدث تحول بكتيري. اذا الدي ان ايه هو الماده الوراثيه. اللي احنا عملناه دوت هو معظم الحصه تقريبا او الجزء الاكبر في الحصه، تجربه بثلاث ارباح. الكلام بتاع جريفيث الاول الاساس اللي احنا بنينا عليه، بعد كده افري وزملائه عملوا الحته ديت بس، عزل زي التحليل وقالوا ان هو ايه دي ان ايه. النصابين ما قالوش ان في شوائب من البروتين، بس طبعا كان في راجل بيدعبس وراهم وقال لهم ان في شوائب من البروتين. فجه الراجل الغامض بسلامته، الراجل الحاسم بسلامته، وعمل التجربه الحاسمه اللي استخدم فيها انزيم ديوكسي ريبو نيوكليز ليقوم بتحليل الدي ان ايه ولا يؤثر على ولم يحدث تحول بكتيري. يبقى اذا مين الماده الوراثيه؟ الدي ان ايه. في مشكله في الكلام اللي احنا قلناه دوت؟ يلا نلم اللي احنا قلناه من اول الحصه بجد والله ونحفظ كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
وزدنا بك علما. الخلية الحيوانية عندها جدار؟ عندها غشاء. الغشاء بيتكون من كربوهيدرات فوسفولايبيدات، فبالتالي الحاجات اللي بتعوم جواه هي الهرمونات البروتينية الاسترويدية. عظيم. بعد كده دخلنا على النواة اللي الغشاء بتاعها مصمت مثقب، الغشاء النووي مثقب. المادة اللي موجودة جواها عبارة عن دي ان ايه فقط، دي ان ايه وبروتين اللي هو الكروموسومات. الكروموسومات عبارة عن دي ان ايه وبروتين. الدي ان ايه هو المادة الوراثية، احنا في الاول فاحنا عارفين عادي، لسه ما دخلناش 1900 فاحنا عارفين الدي ان ايه هو المادة الوراثية، ولكن كيف للدي ان ايه اللي قاعد جوه النواة ان يظهر صفة وراثية في تتابع؟ الدي ان ايه بيحصل له عملية الى ار ثم عملية الى مين الحاجة اللي بتعمل عملية الترجمة؟ الريبوسوم اللي موجود في النواة ولا السيتوبلازم؟ بيتكون من حتة واحدة ولا حتتين؟ فاكرين البتاع اللي كان الساندوتش اللي كان معمول ده؟ ده الريبوسوم بيحول الار ان ايه الى بروتين، والبروتين مسؤول عن اظهار صفة وراثية معينة. لو انا دلوقتي واكل فالجلوكوز في دمي عالي، هروح ادور على خلايا بيتا في البنكرياس عشان اروح لجين الانسولين اللي موجود داخل النواة، موجود داخل النواة، فحول الجين الى ار ان اي والار ان اي الى بروتين اللي هو هرمون الانسولين اللي بيزود ولا بيقلل الجلوكوز؟ طب انا دلوقتي جعان فانا هروح لخلايا الفا عشان اروح لجين الجلوكاجون اللي داخل النواة عشان احوله الى ار ان اي. تحول الدي ان اي الى ار ان اي عمليه تسمى النسل. الار ان اي يتكون داخل النواة ويعبر ثقوب الغشاء النووي الى السيتوبلازم عشان في عضي يسمى الريبوسوم اللي بنسميه المترجم الذي يقوم بترجمه الار ان اي الى بروتين اللي هو هرمون الجلوكاجون. بيقلل ولا بيزود؟ فبيحول الجلوكوز لجلايكوجين ولا الجلايكوجين لجلوكوز؟ جلايكوجين لجلوكوز. في الكبد ولا في العضلات ولا في الاثنين؟ في الكبد فقط، فيرفع الجلوكوز. طيب انا دلوقتي رحت المصيف، فبالتالي الشمس حارقة، فالشمس ديت لازم ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينا ان هو يخلي جسمنا يكون ميلانين عشان يحمينا من اشعة الشمس. فالخلايا دي فالاشعة الشمس هتروح للخلايا الصبغية اللي موجودة في الجلد تقول لها انا عايزة جين الميلانين، تقول لها خدي مني نسخه، فهنحول جين الميلانين الى الار ان اي بتاع الميلانين يتكون في النواه يخرج للسيتوبلازم عن طريق ثقوب الغشاء النووي يروح للريبوسوم فيحول الار ان اي بتاع الميلانين الى البروتين بتاع الميلانين، فبالتالي لون الجلد يتغير ويسمر شويه عشان تحميك من اشعه الشمس لحد ما ترجع وتلاقي بقى واحد بقى واقف بيقول لك اسمان ويتريق عليك عشان انت جاي من ايه؟ جاي من الـ من الـ من المصيف. فهمتوا الفكره؟ طيب نرجع. اللون بيتغير من الوان الى ابيض واسود. احنا دلوقتي في سنه 1800 قاعدين على قهوه العلماء، اتنين علماء قاعدين بيتنمروا، مش الواد دوت ابن مين وابن مين، في حاجات منتقله من الاب ومن الام ليه، فبيقول له تفتكر ايه الحاجات اللي بتنتقل؟ قال له اكيد يعني الحيوانات المرويه والبيضاء. قال له اكيد مش ده السؤال، انا اقصد مين هي الحاجه اللي بتنقل الصفات الوراثيه؟ قال له الماده الوراثيه. قال له مين هي الماده الوراثيه يا ابو العريف؟ قال له بصراحه ما اعرفش. قال له ركز كده، في الانقسام الميتوزي الشيء الوحيد اللي بينقسم بالتساوي 100% هي الكروموسومات، فبينتج خليتين متطابقتين ومطابقتين للخلية الأصلية. بما ان الصفات هنا زي هنا زي هنا، اذا المادة الوراثية هنا زي هنا زي هنا، وبما ان الحاجة الوحيدة اللي هنا زي هنا زي هنا هي الكروموسومات، اذا الكروموسومات هي المادة الوراثية. قال له ما شاء الله، احنا كده اكتشفنا. قال له ما اكتشفناش ولا حاجة، لان الكروموسوم عبارة عن دي ان ايه وبروتين. فاحنا دلوقتي عندنا سؤال اعوص، مين فيهم هو الماده الوراثيه، ده ولا ده؟ قال له والله انا شايف البروتين هو الماده الوراثيه بتوقع يعني. ليه؟ لانه بيتكون من 20 نوع من الاحماض الامينيه، بينما البروتين الدي ان ايه اربع انواع من النيوكليوتيدات. الصفات الوراثيه سهله ولا متنوعه؟ يبقى محتاجه الماده الوراثيه تكون متنوعه، فمين الاكثر تنوعا؟ البروتين. فتوقعا كده او هبدا شكل كده البروتين هو اللي هيكسب، بس احنا عارفين مش الديني هو اللي هيكسب. تمام. طيب بعد كده دخلنا على علم يسمى علم البيولوجيا الجزيئيه، هو علم من مجالات العلم الحديث وبيهتم بالاساس الجزيئي للوراثه اللي هو تركيب الماده الوراثيه الدي ان اي وازاي بيتضاعف وبيتركب ازاي والكلام ده كله، وازاي بيتحول لار ان اي ويتحول لبروتين ويصدر صفه وراثه. فاول تجربه عملناها كانت تجارب التحول البكتيري. مين اللي عملها؟ العالم جريفيث على بكتيريا الالتهاب اللي منها كم نوع؟ نوع رف ونوع سموس، نوع مكشوف ونوع متغطي، نوع رحيم ونوع سام. طيب
اول تجربه جبنا الاس الحيه حقناها في الفيران، الفيران جالها التهاب رئوي حاد وماتت. بعد كده ار الحيه حقناها في الفيران جالها التهاب رئوي عادي وما ماتتش، والكلام منطقي لان البكتيريا ار الحيه مكشوفه، الانتيجينات بتاعتها مكشوفه للجهاز المناعي فبيتعرف عليها بسهوله، انما البكتيريا دي متغطيه فالجهاز المناعي بيتعرف عليها بصعوبه تكون هي موتته. بعد كده جبنا اس قتلناها حراريا بحيث ما ناثرش على الماده الوراثيه، نسيبها زي ما هي عشان تنتقل، لان لو حللناها بالحراره ما كانش هيحصل تحول بكتيري، فبنبص لانها ما موتتش. التجربه الرابعه جايب حاجه ما بتموتش وحاجه ما بتموتش ولانها بتموت، فكانت حاجه غريبه. الاغرب ان احنا لقينا اس حيه، فاكتشفنا بعد كده حاجه اسمها التحول البكتيري، هو تحول لا هو انتقال الماده الوراثيه من اس المقتوله حراري الى ار فتتحول الى اس حيه. وعملنا بعد كده حاجه اسمها عزل زائد تحليل عشان نكتشف ان هي بتتكون من دي ان اي، ولكن الكلام ده مين اللي عمله؟ افري والزملاء، وقالوا ان دي ان هو الماده الوراثيه، ولكن كان هناك بعض الاعتراضات ان في شوائب من البروتين، وانا ايش ضمني ما يمكن شوائب البروتين هي الماده الوراثيه. فجي الرجل الحاسم بسلامته، الرجل الغامض بسلامته، ولع البرنيطه بتاعته وطلع كل ما يملك وطلع البتاع اللي كان مكتوب عليها انا انسحب، انا هستخدم انزيم الديوكسي ريبو نيوكليز عشان احلل الدي ان اي وما اثرش على البروتين، هل هيحصل تحول بكتيري؟ لا. يبقى مين الماده الوراثيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في شويه انزيمات بتحلل شويه مواد عايزين نعرفهم عشان بيجيبهم في الاسئله. يعني مثلا انا دلوقتي عندي الدي ان اي وعندي الار ان ايه وعندي البروتين وعندي مثلا كربوهيدرات، كربوهيدرات وفي حاجه كمان لايبيدات، ما هم دولت على فكره العناوين بتاعه المواد البيولوجيه الكبيره، كربوهيدرات ولايبيدات وبروتين واحماض نوويه، دي اول حاجه درستها في الاحياء سنه اولى اللي هي اللي هي البوليميرات، تمام، كربوهيدرات لايبيدات بروتينات احماض نوويه، دول كلهم مين اللي بيحللهم بقى؟ اللي بيحلل الدي ان ايه انزيم اسمه الديوكسي ريبو نيوكلييز، لسه واخدينه. تخيل بقى الار ان ايه ريبو نيوكلييز، مش احنا عارفين ان الدي ان ايه هو اختصار ديوكسي ريبو نيوكليك اسيد فديوكسي ريبو نيوكلييز، طب الار ان ايه ريبو نيوكليك اسيد يبقى ريبو نيوكلييز، جميل. البروتين والله في انزيمات كتير بس اشهرهم طبعا البيبسين والتريبسين، وفي انزيمات اسمها بيبتيديز، مش انا قلت لكم اي حاجه اخرها اس بتكسر؟ البروتين الرابط اللي ما بين الاحماض الامينيه ايه؟ بيبتيديه، عايز تكسر البيبتيد بيبتيديز، تمام؟ طيب الكربوهيدرات اشهر انزيم الاميليز، على فكره اميل باللاتيني معناها نشا، عايز اكسرها اميليز، تمام؟ اللايبيدات ليبيدز يبقى لايبيز، لايبيز، تمام؟ الليبيدز بتتكسر باللايبيز. فيجي يقول لك بقى جبنا الماده الوراثيه بتاعه اس المقتوله حراريا وعاملناها بالبيبسين، يعني حللناها بالبيبسين، هيحصل تحول بكتيري ولا لا؟ هيحصل، مش الدي ان ايه سليم؟ انا يعني جماعه انا كده بوظت البروتين، طز، انا عايز الدي ان ايه، طالما الدي ان ايه سليم يبقى هيحصل تحول بكتيري. طب بص ايه رايك بقى، انا حطيت بيبسين واميليز عادي، طالما الدي ان ايه سليم خلاص. طب انا استخدمت انزيم ريبو نيوكليز، هيحصل برضه عادي، الدي ان ايه سليم، انا كسرت الار ان ايه ريبو يا جماعه مش ديوكسي ريبو. انتوا مشكلتكم برضه على فكره السؤال ده هيقابلكم في الكتاب بتاع كتاب الامتحان وكتب كتير، هو انزيم الريبو نيوكليز، طبعا انت كطالب ثانوي بتقرا كده ديوكسي ريبو عارف بتاع الراجل وتقوم جاي حال حبيبي، هو مش ديوكسي، هو مش الريبو مش زي ديوكسي ريبو، ده حاجه وده حاجه، ده بيحلل الار ان ايه، طز في الار ان ايه طالما الدي ان ايه سليم، ده الماده الوراثيه، فاهمني؟ فاي حاجه هنستخدمها لو استخدمت ده او ده او ده او ده او ده اي واحد من دول والدي ان ايه ما زال سليما خلاص يبقى يحصل تحول بكتير. طب لو انا ما استخدمتش غير واحد بس اللي هو الديوكسي ريبو نيوكليز يبقى خلاص الدي ان ايه باظ، يبقى مش هيحصل تحول بكتير، تمام؟ طيب هنخليهم على جنب كده وبنقلوهم، ادي الانزيمات. طيب التجربه اللي بعد كده حاجه اسمها تجربه البكتيريوفاج، بكتيريو احياء بقى. بصوا هي يعني احنا دلوقتي على فكره بنتعامل مع اسماء انجليزي في لاتيني، لما تدخلوا الكليه هتكتشفوا ان كل الاسماء لاتيني،
يعني مش حاجات انجليزي. يعني مثلا قبل الكليه كنا احنا موهومين بقى اول ما جالنا التنسيق كليه الطب يلا ناخد كورس انجليزي اصل الدراسه في الانجليزي ولا ليه اي لازمه. الانجليزي العادي ده اللي هو الدباجه اللي ما بين الكلام ده الانجليزي بتاع الثانويه اللي انت عارفه، انما المصطلحات الكبيره دي اصلا اسماء لاتينيه فاهمني. فالانجليزي انت هتدرسه مش هيفيدك في اي حاجه كدراسه، الانجليزي بتاعك عادي هيمشيك في الكليه طبعا. المهم البكتيريوفاج دوت عباره عن فيروس مش بكتيريا، فيروس. طيب برضو عايزين نفهم يعني ايه بكتيريوفاج. بكتيريو سهله، بكتيريا، فاج معناها يبتلع. عارفين الخليه البلعميه الكبيره اسمها ماكروفاج، ماكرو يعني ايه كبير وفاج يعني بلعمي او ابتلع، فماكروفاج البلعميه الكبيره. فبكتيريوفاج اللي هو الفيروس بنسميها لاقمات او مبتلعات البكتيريا، تمام، مبتلعات البكتيريا لانها بتبتلع البكتيريا. بس بصراحه التسميه ديت مش صح، لان الفيروس اصغر من البكتيريا، هو ما بيبلعهاش، هو بيدخل جواها ويتكاثر جواها بعد كده يفجرها. فاهمين حاجه؟ يعني هو مش بيفتح بقه يبلعها، هي اكبر منه بكتير هيبلعها ازاي، بس هو بيدخل جواها يتكاثر وبعد كده يفجر الخليه. فالتسميه مش دقيقه قوي، ولكن في الاخر اتسمت كده اللي هي البكتيريوفاج او لاقمات البكتيريا، ودوت نوع من انواع الفيروسات. تعال نرسمه اهوت. بيتكون من غلاف من البروتين يكون حاجه اسمها الراس، بعد كده اهو يمتد ليكون حاجه اسمها الذيل، ويبقى في جزء هنا ثاقب عشان يثقب بيه غشاء الخليه. طيب الاثنين دول كده بروتين. الماده الوراثيه اللي جواه بتبقى دي ان ايه مزدوج، دي كده الماده الوراثيه اللي بتتكون من دي ان ايه مزدوج. يعني ايه مزدوج؟ يعني شريط عامل كده. هتقولي بس ده مش عامل كده، ده شريط واحد. عشان احنا مزومين، يعني احنا بعيد، لو احنا زومنا ان يعني قربنا منه قوي هيبان ان هو مجدول. بمعنى لو انا مثلا ماشي في الشارع وفي على بعد مثلا 100 متر في حبل كده، الحبل دوت انا شايف ان هو حاجه واحده، لكن لو قربت منه هلاقي ان هو مجدول حوالين بعضه، فاهمني؟ يعني لو عملت زوم هنا هلاقي ان هو اهو، مش انت شايفه خط؟ لما تزوم هتلاقي ان هو عامل كده. بس عشان انا بعدت فحسيت ان هم لاضمين في بعض. ماشي، المهم يعني ان هو دي ان ايه مزدوج. طب انا ركزت على النقطه ديت ليه؟ لان انا عايز اجمع لك تجميع هنا الفيروسات ذات المحتوى الجيني ار ان ايه. احيانا بتبقى الماده الوراثيه ار ان ايه مش دي ان ايه. وعندنا اربع امثله من الفيروسات. اول واحد هو الانفلونزا، تاني واحد شلل الاطفال، ده فيروس مش بكتيريا، وتالت واحد الاتش اي في، عارفين ده بيسبب ايه؟ الايدز، ورابع حاجه كورونا. فيروس كورونا بيبقى ار ان ايه مش دي ان ايه، تمام. الثلاثه دول متقالين في المنهج، ده هيتقال لسه ان شاء الله في الدرس الاخير في الهندسه الوراثيه. وكورونا هي ساعات بيجيبها في الاسئله، بيقول لك اذا علمت انك خلاص اعرفها كورونا ار ان ايه، يبقى كده الاربع فيروسات الار ان ايه هم دول. اي حاجه ثانيه هندرسها هيبقى المحتوى الجيني بتاعها دي ان ايه عادي خالص. طيب الفيروس ده بيعمل ايه بقى؟ تعالوا نشرحه هنا بشكل سريع مبسط، وبعد كده نيجي في المنطقه ديت ونكتب كل التفاصيل. بص يا عم، ديت بكتيريا ودي الماده الوراثيه بتاعه البكتيريا، حلو. الفيروس دوت هيجي يتصل بغشاء البكتيريا، هيتصل عن طريق الذيل. يعني اللي بيعمل لاندنج كده هبوط الذيل، يبقى المرحله ديت اسمها الالتصاق. بعد كده هيبدا يحقن الماده الوراثيه بتاعته من جوه اهي، وتدخل جوه الخليه. فالماده الوراثيه دخلت. المرحله الثانيه اسمها حقن الماده الوراثيه. اللي بيحصل سريعا كده، الماده الوراثيه ديت بتكون بعد 32 دقيقه 100 فيروس جديد مكتمل النمو. لا ثواني، على فكره في حاجه هنا تخوف، في حاجات كتير تخوف. اولا الفيروس داخل جوه الخليه، ده الماده الوراثيه بتاعته بس اللي دخلت. انت تقصد ان الماده الوراثيه بقت 100 ماده وراثيه؟ لا لا لا، بقت 100 فيروس. 100 فيروس بالغلاف البروتيني، بالماده الوراثيه اللي جواه. ايوه انت مستغرب ليه؟
اصل الماده الوراثيه الغلاف البروتيني ما دخلش اصلا، يعني الغلاف البروتيني ظل واقفا على سطح الخليه من بره والماده الوراثيه بتاعته هي اللي دخلت. ايه اللي حصل بقى؟ الدي ان بتاع الخليه البكتيريه بدا يتحلل. ليه؟ علشان نحوله الى نيوكليوتيدات مفرده. حللنا الدي ان بتاع البكتيريا تمام، وبدانا ناخد النيوكليوتيدات المفرده دي نبني بيها 100 دي ان ايه فيروسي جديد. المرحله دي اسمها تضاعف دي ان ايه الفيروسي. انتم متخيلين البجاحه اللي وصلت لحد فين؟ يعني الفيروس بيتطفل على البكتيريا يحقن الماده الوراثيه بتاعه الفيروس وعايز يضعفها، يعني عايز 100 نسخه، يعني من الاخر عايز يبني 99 نسخه جديده صح. طب هيجيبهم منين؟ ما عايز مواد خام، مش الدي ان ايه دوت بيتكون من نيوكليوتيدات. طب هجيب نيوكليوتيدات منين؟ من البكتيريا. طب هيجيبها منين؟ يحلل الدي ان ايه بتاع البكتيريا عشان يستخدمه لنفسه. ايه ده؟ ما ده الاستعمار يا جماعه. اهو كائن متطفل بجح يدخل مصر وينهب ثرواتها ويقتل شعبها وفي الاخر يدمرها ويخرج ويقول لك ايه، ويجي في كتب التاريخ ويقول لك مميزات الحمله الفرنسيه. فك رموز حجر رشيد يا راجل يا راجل، عنه ما تفك، عندنا ما فكناه. طب بالنسبه للناس اللي اتقتلت والمصاحف اللي اتداس عليها في الازهر وبالنسبه للموارد اللي اتنهبت، فاهمني؟ ويجي يقول لك ايه البكتيريوفاج. طب ما هو دخل وحلل الدي ان بتاع البكتيريا واستخدم إيه؟ انتوا عارفين التضاعف ده محتاج انزيمات، انتوا عارفين تجيب الانزيمات منين؟ إيه؟ من البكتيريا. يعني يسخر الشعب المصري عشان يبني له سكك حديد عشان يقتل بيها الشعب المصري، فاهمني؟ يعني جماعه انا بشرح على فكره، انا متعصب بس انا في المود بتاع الشر ماشي، اللي هو يقتل البكتيريا ويستخدم موارد البكتيريا وانزيمات البكتيريا ونيوكليوتيدات البكتيريا عشان هو يتضاعف. طب بعدين انا دلوقتي عندي 100 دي ان، فين البروتين الاسود ده جه منين؟ حبيبي مش انت عارف ان الدي ان ايه بينسخ الى ار ان ايه وبعد كده يترجم عن طريق الريبوسوم الى بروتين؟ مش انت عندك الدي ان ايه هوت؟ خلاص اعمل له عمليه نسخ، اهو نسخ الى ار ان ايه من الفيروسي بتاع الفيروس، وبعد كده هتروح للريبوسوم وتعمل له عمليه ترجمه فيتحول الى بروتين. اهو كوننا الراس قطع بقى، وادي الذيل اهوت، هتعمل 100 راس و100 ذيل وعندك 100 دي ان ايه، وابدا في المرحله الاخيره اللي اسمها التجميع. هات الدي ان ايه ده اهو حطه في الراس، ركب الذيل بقى عندك فيروس جديد. راس حط جواه الدي ان ايه، الذيل بقى عندك فيروس جديد. طب ثواني، الريبوسومات دي بتاعت مين؟ بتاعت البكتيريا. طب بالنسبه للاحماض الامينيه اللي انا استخدمتها عشان ابني البروتينات دي بتاعت مين؟ البكتيريا. ابجح الكائنات على وجه الارض بجح جدا الفيروسات دي، هو في حد ذاته انت عارف الفيروس دوت لو سبته كده لوحده هيموت، ما عندوش موارد اصلا، يعني هو كدوله كفيروس فقير ما عندوش موارد، ولكن يروح يتطفل على الدول الغنيه على البكتيريا الغنيه وياخد نيوكليوتيداتها وانزيماتها وريبوسوماتها واحماضها الامينيه علشان قال ايه يتكاثر ويبني المستعمره بتاعته ويكبر الحضاره بتاعته. يقول لك اعظم حضاره في العصر الحديث على جثثنا وبمواردنا، تمام ماشي. يبقى اذا دوت 100 فيروس جديد. الحاجه اللي بعد كده، انتوا عارفين ال 100 فيروس دول جم في كام دقيقه؟ 30 دقيقه، 32 نص ساعه يعني. طيب ما تيجي كده نفكر كمان نص ساعه ايه اللي هيحصل؟ ال 100 فيروس دول هيهاجموا 200 ايه؟ لا 10,000. ال 100 فيروس هيهاجموا 100 خليه وكل واحد هيكون 100، 100 في 100 ب 10,000 في ساعه. اصبر كده، الخطوه الجايه ال 10,000 هيدمروا ال 10,000 خليه ويهاجموا 10,000 خليه، او هيهاجموا 10,000 خليه جديده. 10,000 كل واحد منهم هيكون 100، 100 في 10,000 بمليون في ساعه ونص، في 96 دقيقه بالتحديد. تاني في 32 دقيقه فيروس بقى 100 فيروس. ال 100 هيخرجوا من الخليه دي ويهاجموا 100 خليه. كل واحد من ال 100 هينتج 100، 100 في 100 ب 10,000 في 64 دقيقه. كمان 32 دقيقه ال 10,000 هيهاجموا 10,000 خليه وكل واحد هينتج 100، 100 في 10,000 بمليون. اديهم كمان 32 دقيقه 100 مليون، كمان 32 دقيقه 10 مليار. يعني انت بتتكلم في خلال ساعتين ونص تقريبا الواحد بقى 10 مليار واحد. يا ده واحد يقوم جاي لي ده لديه قدره عاليه على التكاثر، هو بيقدر يتكاثر لوحده.
لديه قدرة عالية على التبجح، على السرقة، على التطفل. إنما هو أنت لو سبت الفيروس كده في الجو، أنا هو شيء طاير في الجو، ما بيعملش أي عمليات حيوية. فعشان كده كنا بنقول عليه، هل هو كائن حي؟ لا. طب ما هو بيتكاثر أهو، فهو حلقة وصل ما بين الأشياء الغير حية والكائنات الحية. ماشي، هو زي الفل. إيه علاقة ده باللي إحنا بنتكلم فيه؟ احنا جايين نكتشف المادة الوراثية. انت دخلتنا في حوارات. ما هو لو انت عرفت مين المادة اللي اتحقنت جوه عشان تظهر الصفات، يبقى انت عرفت المادة الوراثية. احنا عارفين هي مين؟ الدي ان ايه. هو بقى بيقول لك احنا اكتشفنا ازاي ان المادة اللي دخلت ديت هي دي ان ايه. بص معايا، الدي ان ايه والبروتين اللي هو الجزء اللي عامل كده والجزء اللي عامل كده، تمام؟ انا عايز افرق ما بينهم. الكلام ده يا جماعه ما بتشافش بالعين المجرده. فانا يعني انا مش قاعد كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بص بيحقن هناك اهو اللي دخل ايه. دي ان ايه. يبقى هو مش كده، مش هتشوفه، مش هيتشاف، وحتى مش هيتشافوا بالميكروسكوب. امال احنا هنعمل ايه؟ هنرقمهم. يعني ايه نرقمهم؟ يعني احنا مثلا الدنيا ضلمه وانا عايز اشوف في اتنين، انا عايز اشوف مين فيهم اللي هيتحرك، احمد ومحمد. انا عايز اشوف مين فيهم اللي هيتحرك يروح الناحيه الثانيه. ما هو لو احمد اتحرك مش هشوفه، الدنيا ضلمه. ولو محمد اتحرك مش هشوفه، مش شايف اي حاجه. فانا هبدا ارقمهم او اعلمهم. هقول لمحمد انت هتمسك لمبه لونها مثلا بتطلع ضوء اللي هو الابيض العادي، والتاني هيمسك لمبه بتطلع ضوء اللي هو الاصفر، تمام؟ وهبدا اشوف. لو لقيت الضوء الاصفر هو اللي بيتحرك، يبقى احمد اللي اتحرك، او محمد، مش فاكر. محمد ماشي. محمد اللي اتحرك بالضوء الاصفر، واحمد لسه واقف مكانه، وهكذا. فانا عايز ارقمهم، اعلمهم. طب اعلمهم ازاي؟ بعناصر مشعه. العنصر المستقر مستقر فلا يعبر عن ذاته، يعني بيبقى ماشي حتى ما بتسمعش صوت خطواته، يعني انتقاله من مكان للتاني مش هيعبر عن نفسه، لا يشع، انت مش شايفه. ولكن العنصر الغير مستقر، العنصر المشع، وهو بيتحرك من مكان للتاني عمال يعمل لك كده، فاهمني؟ فهو بيعبر عن نفسه. طيب انا عايز اميز ما بين الاثنين. قال لك والله البروتين بيتكون من في كربون. قلت له ما اديني في كربون، مش حاجه مميزه يعني، مش لو انا ميزت بالكربون، طب ما ده فيه كربون هو كمان. قال لك ده فيه اكسجين موجود هنا برضه، في هيدروجين. حبيبي الاثنين مواد عضويه، لازم يكون فيهم كربون وهيدروجين اساسي، صح ولا لا؟ طيب بعد كده دوت فيه نيتروجين بقى. حبيبي ده اسمها احماض امينيه، فيها نيتروجين هي كمان. قال لي بس الدي ان ايه فيه فسفور والبروتين ما فيهوش فسفور. البروتين فيه كبريت والدي ان ايه ما فيهوش كبريت. حلو قوي كده، انت جبت لي حاجه مميزه ومميزه للدي ان ايه عن البروتين، وحاجه مميزه ومميزه للبروتين عن الدي ان ايه. يعني انا بقول لك مثلا انت هتروح الفصل وهتنده الواد احمد، ولا احمد ده اولى اول، يعني كلهم احمدات. انا عايز حاجه مميزه. بص هتلاقيه لابس قميص ازرق، باشا ده اليونيفورم، صباح الفل، كلهم لابسين ازرق. البنطلون تبع اليونيفورم ما تهبطش. الكوتش مسلمينه لهم في اول يوم، انا عايز حاجه مميزه. لابس نظاره، في اتنين لابسين نظاره، لابس نظاره ومعاه شنطه مش عارف ايه. ماشي، هو ده الوحيد اللي كده، فانا ميزته. انما ما تجيش تقول لي ايه الحاجه اللي فيها كربون اتنقلت. طب ما ده فيه كربون وده فيه كربون، هميزهم ازاي؟ الحاجه اللي فيها اكسجين، نيتروجين، ايه نيتروجين هيدروجين، ما كلهم فيهم الكلام ده. الحاجه اللي فيها فسفور، يبقى ده الدي ان ايه. الحاجه اللي فيها كبريت، ايوه يبقى دوت البروتين. فهمتوا الفكره؟ فانا استخدمت دول ليه؟ لان دي المواد المميزه والمميزه لكل واحد فيهم. كويس جدا. هنبدا نعمل ايه بقى؟ ادي الخليه البكتيريه وادي الفيروس. هنجيب الفيروس، بس الفيروس ده بقى احنا مرقمينه. يعني ايه مرقمينه؟ يعني مخلينه مشعه. هنستخدم هنا في الدي ان ايه في عنصر الفسفور المشع، ونستخدم في البروتين عنصر الكبريت المشع، ونبدا نلاحظ ونشوف مين فيهم اللي دخل جوه. لقينا 100% تقريبا من الفسفور المشع دخل الى الخليه. اذا 100% تقريبا من الدي ان ايه دخل جوه الخليه. لقينا 3% فقط من البروتين المشع، او انا اسف الكبريت، الكبريت المشع دخل جوه الخليه. يبقى اذا 3% فقط من البروتين المشع دخل جوه الخليه، يبقى مين الماده الوراثيه؟ الدي ان ايه. انت عارفين دوت معناه ايه؟ اكيد يعني انتوا فاهمين ان في 97% من البروتين المشع ما دخلش جوه الخليه.
واحد ذكي ممكن يرد عليا ويقول لي طب ما دي نفس المشكله اللي كان واقع فيها افري وزملائه في شوائب من البروتين، وانا ايش ضمني ما يمكن ال 3% هم الماده الوراثيه؟ لا بالراحه بقى، في رد، مفيش تجربه حاسمه، الرد موجود هنا. ليه بقى؟ لان احنا هنا معانا نسب دقيقه 100% من الدي ان ايه. ركز معايا، ال 100 فيروس الجديد ايه علاقتهم من حيث الصفات الوراثيه بالفيروس اللي داخل؟ متطابقين 100%. يبقى اذا الماده الوراثيه بتاعه الفيروس ده اهو اتنقلت بنسبه 100%. مين الحاجه اللي اتنقلت بنسبه 100%؟ الدي ان ايه. خلاص يبقى الدي ان ايه هو الماده الوراثيه. تاني، الفيروس ده شبه ده بنسبه 100%، يبقى اكيد الماده الوراثيه بتاعته اتنقلت بنسبه 100%. مين الحاجه اللي اتنقلت بنسبه 100%؟ الدي ان ايه. يبقى الدي ان ايه هو الماده الوراثيه وليس البروتين. تمام. طيب بعد كده عندنا ثلاث جمل، بس قبل ما نقول الثلاث جمل احنا عايزين نراجع، يبقى كده ختمنا الدرس الاول. اتفضلي، حد لو حد عايز يصور يعني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نلم اللي احنا قلناه دوت سريعا. البكتيريوفاج احنا بس بنسيبه وهو بيهاجم البكتيريا، يعني الاثنين بيجتمعوا في مكان واحد وهو بيهاجم البكتيريا. طيب احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن التجربه الثانيه لاثبات ان دي ان ايه هو الماده الوراثيه، او الاكتشاف مين هي الماده الوراثيه، الدي ان ايه ولا البروتين. فبنشتغل على حاجه اسمها البكتيريوفاج، ودوت نوع من الفيروسات بيهاجم البكتيريا ويفجرها، فكانه ابتلعها فسميناه مبتلع او لاقم البكتيريا بكتيريوفاج. البكتيريوفاج ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من غلاف من البروتين بيكون الراس ويمتد ليكون الذيل، وبيتكون من ماده وراثيه دي ان ايه ولا ار ان ايه. مزدوج ولا مفرد؟ مزدوج. هل في حاجات على وجه الارض مادتها الوراثيه ار ان ايه؟ ايوه. زي مين؟ الانفلونزا، شلل الاطفال، الايدز، وكورونا. عظيم جدا. بعد كده ايه بقى اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الفيروس ده بيهاجم البكتيريا، وبعد 32 دقيقه بيخرج 100 فيروس جديد يشبه او يطابق الفيروس الاول ومكتملي النمو. طب الكلام ده بيحصل ازاي؟ اول حاجه مرحله الالتصاق. الفيروس يلتصق بالخليه عن طريق الراس الذيل، ويقوم بحقن البروتين الدي ان ايه. وبعد كده الدي ان ايه بيحصل له مرحله، حد يعرف المرحله دي اسمها ايه؟ نسج. بعد كده فيكون البروتين، بعد كده مرحله تجميع، وفي الاخر يكون 100 فيروس جديد. وعلى فكره فيها مسائل، يعني مثلا يقول لك كان معانا فيروس وسبناه مش عارف كام دقيقه فاحسب عدد الفيروسات. انت فاهم بقى، يعني الواحد هيدي 100 في 32 دقيقه، بعد كده 10000، بعد كده مليون، وهكذا. طيب بس ما بتتكررش كتير المسائل دي. قال لك طب ماشي الكلام دوت انت عرفته ازاي؟ قلت له والله انا بصراحه في الاول ما كنتش شايف وما كنتش عارف اي حاجه، بس انا علمتهم عشان وهم متحركين ابقى عارف مين اللي بيتحرك. طب بتعلمهم ازاي؟ عن طريق العناصر المشعه. طب استخدمت انهي عنصر؟ انا استخدمت عناصر مميزه، الفسفور للدي ان ايه والكبريت للبروتين. فلقيت ان الفسفور المشع بيدخل بنسبه 100%، يبقى الدي ان ايه بنسبه 100%، بينما الكبريت بنسبه 100%، اذا البروتين بنسبه 100%، اذا اللي واقف بره من البروتين بنسبه 100%، اذا الدي ان ايه هو الماده الوراثيه. عظيم. لو انا بتكلم دلوقتي عن الانسان، ركز معايا يا ولدي، الانسان، وجبت خليه من الجلد، وخليه من المعده، وخليه من الكبد، وخلية من البنكرياس، اي خلية المهم تكون خلايا جسدية، وبشوف كمية الدي ان ايه. انا دلوقتي بتكلم عن الانسان، وبشوف كمية الدي ان ايه وكمية البروتين في هذه الخلايا. لقيت كمية الدي ان ايه هنا زي هنا زي هنا زي هنا، 46 كروموسوم 46 كروموسوم 46 46 كلهم زي بعض، انما البروتين يختلف من خلية لاخرى. ليه بيختلف؟ على حسب نشاط الخلية. يعني مثلا الجلد بيكون بروتين اسمه الميلانين، ومش في كل الخلايا، في خلايا بس هي المسؤوله عن كده، الخلايا الصبغيه، وفي خلايا تانية اللي هي على السطح بتكون بروتين اسمه الكيراتين بتاع المناعه، بس بكميات مش كبيره يعني. فلقينا مثلا يعني هندي ارقام كده، ان هنا 1 كيلو بروتين في الخليه دي. تمام. جينا على المعده، لا المعده بتكون انزيمات كتير قوي، البيبسينوجين اللي بتحول لبيبسين، فتلاقي عندها 1.5 كيلو. الكبد ده بيكون بروتينات بالهبل، عارفين الالبيومين اللي كان موجود في الدم والحاجات دي، وجزء كبير من الجلوبيولين هو اللي بيكونه، يبقى الكبد لقينا مثلا فيه 3 كيلو. خلايا البنكرياس خلايا بيتا وخلايا الفا، لقيت ان انا لما ابقى جعان الفا بيبقى فيها بروتين كتير، لو انا شبعان هيبقى فيها بروتين قليل.
طيب بيتا لو انا شبعان واكل كتير هيبقى فيها بروتين كتير ولا الانسولين؟ لو انا جعان الانسولين هيبقى قليل وهكذا. او المفروض بقى الاثنين عكس بعض، يعني في الوقت دوت بيبقى هنا قليل وهنا زياده. اللي انا اقصده ان البروتين مش حاجه ثابته ومش متساوي في كل الخلايا. طيب هو انا لو جبت خليه جلد واديتها لك وانت طبيب في الطب الشرعي هتعرف هتعرفني وتتعرف على خصائص جسمي ولا لا؟ هتعرفها. ما الجلد ده جلد احمد الجوهري خلاص عرفت الصفات بتاعته. طب لو جبت لك خليه كبد حبيبي ما هي نفس الصفات، خليه الكبد هي هتديني نفس النتائج اللي ادتهولي خليه الجلد الحي، خليه المعده، خليه البنكرياس، طالما كلهم من نفس الشخص هيدوني نفس الصفات. يبقى اذا الصفات هنا زي هنا زي هنا زي هنا، طب مين الحاجه اللي هنا زي هنا زي هنا زي هنا؟ اديني، يبقى اديني هو الصفات هو الماده الوراثيه. انما البروتين بيختلف من خليه للتانيه وانا صفاتي مش مختلفه، انا صفات خلايا جسمي كلها المفروض في الاخر هي بتاعت شخص واحد، فما ينفعش تكون الماده الوراثيه متغيره. يبقى البروتين لا يمكن ان يكون هو الماده الوراثيه. طيب طبعا الكلام ده انا بتكلم عن الانسان، انما لو انا بقارن جلد الانسان بجلد مثلا الحصان لا طبعا هيبقى عنده كروموسومات مختلفه. ركزوا معايا، بصوا معايا عشان الحته ديت انا متاكد ان في ناس منكم مش فاهمينها قوي. جلد الانسان وجلد مثلا الحصان ايا كان، ماشي. جلد الانسان 2 نون صح، من خليه جسديه. طب جلد الحصان 2 نون دوت رمز، 2 نون اللي هو مزدوج، كروموسومات مزدوجه. انما النون دي بتساوي كام؟ هنا بتساوي 23، ف2 في 23 ب 46. هنا بصراحه مش فاكر بكام، هنفترض ان هي ب 30، نفترض كده 2 في 30 ب 60. الاثنين نون دي غير الاثنين نون دي، يعني مثلا الحيوان المنوي للانسان والحيوان المنوي لذكر نحل العسل. الحيوان المنوي نون في بتاع الانسان وذكر نحل العسل برضه نون، بس ده ب 16. هنا ب 23. فبالتالي نون ونون بس النون دي بتساوي كام؟ بتعبر عن ايه؟ عدد الصبيات كام؟ تمام؟ يبقى بتختلف من شخص للتاني او من كائن للتاني، مش من شخص للتاني لا. لو انسان وانسان عادي الاثنين زي بعض، انما من كائن للتاني، من نوع لنوع تاني. طب ده بالنسبه للخلايا الجسديه. لو انا بتكلم بقى عن علاقه الخلايا الجسديه بالخلايا الجنسيه. الضعف. صح؟ عشان انقسام ميوزي، يعني مثلا لو بتتكلم عن الذكر والانثى، الخصيه والمبيض، 2 نون 2 نون اللي هي الخلايا الجرثوميه الاميه، بتنقسم انقسام ميوزي، وميوزي يعني ثبات ولا اختزال؟ اختزال. فهنا بتدي حيوان منوي وهنا بتدي بويضه، الحيوان المنوي نون والبويضه حتى يعود العدد الكامل مره اخرى لحظه الاخصاب، حتى يتكون حاجه تسمى الزيجوت او اللاقحه، كم نون؟ يبقى اذا علل يحدث انقسام ميوزي عند التكاثر الجنسي حتى يتم اختزال الصبغيات ثم يعود العدد الكامل مره اخرى لحظه الاخصاب. تعالوا كده نتخيل فرضا جدلا ان تكوين الامشاج بانقسام ميتوزي، 2 نون 2 نون، الحيوان المنوي والبويضه جايين من انقسام ميتوزي. يا حلاوه، يعني ثبات، يعني 2 نون يبقى الزيجوت هيبقى، المشكله مش توقف لحد هنا، ما هو الزيجوت ده في يوم من الايام هيبقى ولد، او في الزيجوت الثاني هيبقى بنت، ودوت 4 نون ودي 4 نون، وانت قلت لي ان الامشاج بتنتج بانقسام ميتوزي، يبقى الامشاج هتبقى 4 نون والبويضه 4 نون، يبقى الجيل اللي بعده هيبقى 8 نون، 8 و8 16، يبقى كل جيل هيتضاعف عن الجيل اللي قبله. لكن ده مش حاصل، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لو خلق سيدنا ادم 2 نون يبقى كان زماننا احنا دلوقتي مليار نون، وهل ده منطقي؟ لا مش منطقي طبعا. فبالتالي ما ينفعش الاثنين تفضل اثنين، الاثنين تنقسم تدي واحد واحد عشان يرجع اثنين تاني. تمام؟ فاذا الخلايا الجنسيه تحتوي على نصف عدد الكروموسومات الموجود في الخلايا الجسديه. الدي ان ايه اخر معلومه خالص، الدي ان ايه ثابت تقريبا. يعني ايه؟ يعني الدي ان ايه ما بيتغيرش. حتى لو حصل فيه تلف، الدرس الجاي فيه عنوان اسمه اصلاح تلف الدي ان ايه او اصلاح عيوب الدي ان ايه، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى خالق 20 انزيم قاعدين على الساقطه واللقطه. اي حاجه تحصل في الدي ان ايه جايين معدلينها بسرعه. اصل الغلطه في الدي ان ايه بفوره. لو حصل غلطه في جين معين، الجين دوت هيفقد والصفه هتفقد، يحصل مرض. تخيل مثلا جين الانسولين حصل فيه مشكله، سكر. جين مثلا الميلانين حصل فيه مشكله، بقى شخص امهق، او اللي هو المرض البهاء دوت اللي هو بيبقى فيه بقع في الجلد مثلا. ليه؟ عشان البقعه ديت جين الميلانين باظ فيه، ما بقاش ينتج، فاهميني؟ او الجين بقى ينتج بس بشكل تاني، فتلاقي البقعه بقت غامقه، فاهمين حاجه؟
فدوت كله ما ينفعش يحصل فيه مشكله. فالدي ان ايه ثابت تقريبا، وانا بقول تقريبا لان ساعات بيحصل فيه طفرات تمام. ولكن لو انت عايز تفهم الوضع عامل ازاي، كميه الحاجات اللي بتضر الدي ان ايه كتير جدا، ورغم ذلك الخلل اللي بيحصل فيه قليل جدا. فاهم حاجه؟ يعني انت يوميا الدي ان بتاعك بيحصل فيه مشاكل، بس يوميا المشاكل دي بيبقى اللي هو ايه بتتحل كلها، انما البروتين بيتم هدمه وبناؤه باستمرار. انا الصبح مثلا فطرت فالانسولين زاد، بعد كده الانسولين هيقل عشان اجوع، بعد كده الجلوكوجين هيزيد فهيقل العضلات، رحت مثلا الجيم فبنيت كتله عضليه، بعد كده قعدت شهر مثلا ما بتمرنش او تعبان او عندي امتحانات مش عارف ايه، فالكتله العضليه قلت والبروتينات الاكتين والمايوسين بداوا يتحللوا، رحت تاني فبداوا يتبنوا تاني. الجلد مش فيه كيراتين هنا، الكيراتين دوت بيطير كده بالاحتكاك ويتجدد تاني، فالبروتينات بيتم هدمها وبناؤها باستمرار تمام. طيب كده احنا خلصنا الدرس الاول، اصبر يلا نلم الدرس في 3 دقايق تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول خالص كنا عايزين نقول مقدمة علشان ننقلك من المناعة للبيولوجيا، وقلنا ان احنا هنتكلم عن المادة الوراثية الموجودة في السيتوبلازم ولا في النواة؟ في النواة. عبارة عن كروموسومات بتتكون من حاجتين، دي ان ايه وبروتين، دي ان ايه وبروتين. طيب مين فيهم هي المادة الوراثية؟ الدي ان ايه. عظيم جدا. الدي ان ايه بينسخ الى ار ان ايه، يتكون الار ان ايه في النواة ويخرج الى السيتوبلازم عن طريق ثقوب الغشاء النووي، بعد كده يروح للريبوسوم عشان يترجمه من ار ان ايه الى بروتين مسؤول عن اظهار صفة وراثية معينة. عظيم جدا. بعد كده قلنا ان احنا هنرجع بالزمن لورا علشان نكتشف مين هي المادة الوراثية. فاكتشفنا او لقينا ان في حاجات بتنتقل من الاباء لابناء، وقلنا يا ترى يا هل ترى مين هي الحاجة اللي بتنتقل. فاكتشفنا ان الحاجة الوحيدة اللي بتنتقل بالتساوي في الانقسام الميتوزي هي الكروموسومات. يبقى مين المادة الوراثية؟ الكروموسومات. وافتكرنا ان احنا نجحنا واكتشفنا، ولكن لقينا ان احنا فتحنا على نفسنا باب تاني. ما هو الكروموسوم دوت عبارة عن مادة ولا اتنين؟ دي ان ايه و وكان السؤال يا ترى يا هل ترى مين فيهم هي المادة الوراثية تمام. في الاول كده هبدا وما وكلام في الهوى، يعني افترضنا ان مين البروتين، لانه كم نوع؟ 20 نوع من الاحماض الامينه. ستوب، هقول جمله وانت تقول لي صح ولا غلط. عدد انواع الاحماض الامينيه 20 نوع؟ اكتر، لان في احماض امينيه غير بروتينيه. حد يعرف اسميهم؟ كانافينين وسيفالوسبورين. العشرين نوع دولت بنسميهم الأحماض الأمينية البروتينية، الأحماض الأمينية التي تدخل في بناء البروتين، إنما في أحماض أمينية تانية ما بتدخلش في بناء البروتين. يبقى عدد الأحماض الأمينية بشكل عام أكتر من 20. عظيم جدا. نكمل. إنما الدي إن إيه بيتكون من كم نيوكليوتيدة؟ 4 أنواع من النيوكليوتيدات، فهنا في تنوع أكتر، فغالبا هو اللي هينجح. بس طبعا إحنا عارفين إن الدي إن إيه هو اللي هينجح. عملنا علم البيولوجيا الجزيئية، علم حديث بتاع الأساس الجزيئي للوراثة. بعد كده جه العالم جريفيث بيشتغل على البكتيريا المسببه للالتهاب وبيحقنها في الفئران. عندنا كم نوع؟ اتنين. مين فيهم رحيمه؟ مين فيهم مكشوفه؟ ار. هو اكيد يعني قلت ار يبقى الثانيه اس عشان العدل، يعني عادي. ار هي الرحيمه المكشوفه، انما اس متغطيه عندها كبسوله وسامه وبتقتل. عظيم. 4 تجارب، اس بتموت بالالتهاب الرئوي الحاد، ار ما بتموتش بس بتعمل التهاب رئوي، اس المقتول حريا ما بتموتش، اس المقتول حريا اللي ما بتموتش، وار الحية اللي ما بتموتش بتموت بعض الفئران عشان حصل تحول بكتير، هو انتقال المادة الوراثية من اس المقتولة حرارية الى ار الحية فتتحول الى اس حي. المادة ديت جه العالم جريفيث اشتغل مات ما كملش، مين اللي جه بعده؟ افري وزملاه. عملوا كم كلمة؟ عزل زائد تحليل، وجدوا ان هي دي ان ايه، بس الكذابين قالوش ان كان في شوائب. جه الرجل الحاسم بسلامته وقام جاي لهم احنا انا ايه؟ انا هنسحب، هستخدم انزيم اسمه دي اوكسي ريبو نيوكليز، هحلل مين؟ الدي ان ايه. نص نص ولا بشكل كامل؟ وهيتفضل البروتين، مش هيعمل، ولقينا ان البروتين عمل تحول بكتيري؟ يبقى اذا مين الماده الوراثيه؟ الدي ان ايه. دي اول تجربه، او هي تجربه على 3 مرات، جريفيث والتجارب بتاعته الاربعه، وبعد كده افري وزملائه، بعد كده التجربه الحاسمه. بعد كده دخلنا على البكتيريوفاج، ان هو عباره عن غلاف من البروتين تمام، وجواه الدي ان ايه اللولب المزدوج، وعرفنا الفيروسات اللي محتواها الجيني ار ان ايه.
بعد كده قلنا ان هو بيهاجم البكتيريا، بيحقن الماده الوراثيه تتضاعف، وبعد كده تنسخ، بعد كده تترجم الى بروتين، ياخد ال100 دي ان ايه وال100 راس وال100 ذيل ويجمع الحاجات دي مع بعض فيعمل 100 فيروس جديد في 32 دقيقه. رقمناهم او علمناهم علشان نشوف مين اللي بينتقل، استخدمنا عنصر الفسفور المشع مع الدي ان ايه والكبريت المشع مع البروتين، مع البروتين مين اللي دخل بنسبه 100%؟ فسفور يعني الدي ان ايه. مين اللي وقف بره بنسبه 97%؟ الاس الكبريت المشع يعني البروتين، ودخل بنسبه 3% يبقى دي ان ايه والماده الوراثيه. في الخلايا الجسديه في النوع الواحد متساويه، الخلايا الجسديه ضعف الخلايا الجنسيه، الدي ان ايه ثابت تقريبا، والبروتين بيحصل له هدم وبناء باستمرار. ده الدرس تمام. طيب اللي انا هعمله دلوقتي ان احنا هناخد تركيب الدي ان ايه علشان ده الاساس بقى اللي احنا هنبدا فيه الكلام. المفروض اصلا المنهج كان يبدا من هنا تركيب الدي ان ايه. معلش، الاختبار بيبقى على قدر هذه المعطيات، وربنا سبحانه وتعالى بيعامل كل انسان على الحاجه اللي هو اتحط فيه، سيتويشن او الموقف اللي هو اتحط فيه. يعني في واحد مثلا ربنا اداله قدرات عقليه كبيره جدا، وفي واحد تاني قدراته العقليه قليله، هل كده ربنا ظلم اللي قدراته العقليه قليله؟ لا طبعا، هو دوت مش هيسال عن القدرات العقليه. يعني مثلا اللي خد اموال طائله اتولد لقاها هيسال عنها، فالاختبار بتاعه صعب. انما التاني الفقير صحيح هيعيش حياه صعبه بس في الاخره مش هيسال لانه ما كانش في مال يسال عنه. العلم او الذكاء اللي هو استخدمه دوت استخدمه في الشر ولا في الخير؟ لو استخدمه في الشر هيسال عنه، وساعتها يبقى هو ده. ساعتها بقى ممكن واحد تاني طبعا وحاشا الله سبحانه وتعالى يقول لك ان ربنا ظلم الذكي لانه خلى اداله معطيات اكتر هيسالوا عنها. فاهمين حاجه؟ فدايما كل واحد بيسال عن المعطيات اللي ربنا اداها له، ودايما في جزء يا جماعه بيبقى في جزء خفي، في جزء غيبي تمام. الايمان بالقضاء والقدر مثلا من 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 ضمن الحاجات اللي انت لو فكرت فيها مش هتوصل لنهايه. وحته بقى الانسان مخير او مسير انا مش اهل خالص ان انا اتكلم في الموضوع ده، ولكن من ضمن الايمان زي ما انت بتؤمن بالملائكه ان هم موجودين فانت بتؤمن بالقضاء والقدر. ما هو دولت من اركان الايمان السته، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر والقضاء والقدر خيره وشره. انت لو قعدت تفكر في حاجه انا مش فاهمها، ايوه لانها غيبيات. لان لو انت كل حاجه فاهمها ساعتها بقى خلاص ربنا اقام عليك الحجه 100%، واللي هيكفر ساعتها عذاب. عارفين لما كانوا بيقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليه ربنا ما ارسلش ملك؟ يعني ليه ما ربنا ما ارسل؟ ما ربنا قادر على ارسال ملك، مش 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 بشر. بس الملك لو نزل وحد كفر ساعتها ربنا هياخذ الناس بعذاب لان ما لهمش حجه تمام. انما وبعدين برضو الرسل ربنا ارسلهم عشان نقتدي بيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ربنا ارسله بشر علشان يبقى زينا بالظبط فنقدر نقتدي بيه. طبعا مش هنوصل لمنزله الرسول، ولكن الافعال اللي بيفعلها هي افعال البشر. فاحنا لكن لو ملك واحد يقول لك ايه وانا هبقى زي الملك ازاي؟ ده دي حجه ثانيه. فاهمني؟ فالقصد يعني ان السؤال سؤال جميل جدا، ولكن انا خايف ان هو يكون وراه حاجه ثانيه. فاهمني؟ ومفيش مشكله خالص ان احنا نفكر، بس دايما هتوصل له حته ان في غيبيات وان احنا لا في غيبيات طبعا. لا انا قصدي اصلا تفكير كتير. هو مش 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 ضد التفكير الكتير. بصوا هقول لكم حاجه عشان نختم الموضوع دوت بس. مش موضوع مش موضوع هنلحد، لا 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 مش كده خالص مش كده خالص. هي الفكره يا جماعه ان احنا عندنا اساسيات امنا بها في البدايه، فاحنا عارفين يعني مثلا بتكلم دلوقتي عن كوني مسلم يعني، فانا متيقن ان الله حق والرسول حق صح، فاي حاجه هيقولها الرسول صلى الله عليه وسلم نقلت الينا بالخبر الصادق فهي حق. فاهمين حاجه؟ دوت الايمان بتاع الصديق ابو بكر الصديق لما قالوا ده الحق ده صاحبك بيقول ان هو راح المقدس وطلع ومش عارف ايه، ان كان قد قال فقد صدق. اصل هو انا ولهم لقد صدقته في خبر ياتيه من السماء، انا بصدقه ان في حاجه بتجيله من السماء، مش هصدقه ان هو راح هصدقه، ان كان قد قال فقد صدق. فاحنا كده برضو ان في مقدمات احنا اعملنا عقلنا فيها وصدقنا بيه، اي حاجه بعد كده بقى بتستند لهذه المقدمات نبقى نفسر فيها بعد كده. بس انا فهمت قصدك صح. طيب تركيب الدي ان ايه. بص معايا، اول ما انت على فكره احنا كده دخلنا هندخل في الدرس الثاني تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اول ما انت بدات تدرس الاحياء كان في حاجه اسمها البوليمرات، والبوليمرات اللي انا كنت لسه كاتبهم من شويه في الحته ديت برضو اللي هم كربوهيدرات لايبيدات بروتينات احماض نوويه
والاحماض النوويه ديت اللي هم الدي ان ايه والار ان ايه. البوليمرات تتكون من مجموعه من المونوميرات. طيب انا عايز افهم يعني ايه بولي ويعني ايه مونو. بص معايا، احنا عندنا اربع الفاظ كده، مونو باي او داي وتراي وبولي. مونو يعني احادي، باي او داي ثنائي، تراي ثلاثي، بولي متعدد. عارفين حاجه اسمها اي تي بي؟ ادينوزين تراي فوسفات، ثلاثي الفوسفات. طيب اي دي بي؟ ادينوزين داي فوسفات، ثنائي الفوسفات. على فكره في حاجه اسمها اي ام بي اللي هو ادينوسين احادي الفوسفات. طيب مفيش اي بي بي، لا مفيش الكلام ده، هما الثلاثه دول. طيب لو انا بتكلم عن بولي، بولي مير اللي هو بوليمر، مير يعني قطعه، فاكرين؟ فبولي بوليمر او بوليمير اللي هو متعدد القطع اللي هو حاجه كبيره. انما لو اقول مونومير اللي هو مونيمر اللي هو احادي القطعه، تمام؟ فدوت قطعه ودوت عباره عن قطع كتير ماسكه في بعضها. دوت عباره عن طوبه وده عباره عن حيطه، ده عباره عن خرزه وده عباره عن سبحه، تمام؟ طيب مين الخرزه اللي بتكون سبحه الكربوهيدرات؟ السكريات الاحاديه اللي هو من امثلتها الجلوكوز. يعني لو جبت جلوكوز 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 وحطيته في الكبد والعضلات، جلايكوجين. الجلوكوز سكر احادي مونيمر، والجلايكوجين دوت سكر معقد بوليمر. لو جبت جلوكوز 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 وخزنته في البلاستيد الخضراء، نشا، برضه بوليمر. لو جبت جلوكوز 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 وحطيته في الجدار الخلوي، سليلوز. السليلوز كربوهيدرات على فكره، زيه زي النشا بالظبط، بس باختلاف نوع السكر، نوع الجلوكوز اللي فيه. انتوا خدتوا حاجه اسمها الفا وبيتا جلوكوز؟ خدتوهم؟ كان معلومه في اولى. اه ماشي، بس اقصد في الكيمياء العضويه. هي الفا وبيتا على اساس مكان ذره الهيدروجين والاو اتش، الاتجاه بتاعهم يعني الشكل الفراغي، تمام؟ لا الجلوكوز والفركتوز دولت الديهيد وكيتون، ما علينا. المهم يعني ان النشا والجلايكوجين والسلوز كلهم بوليمرات تتكون من مونوميرات تسمى الجلوكوز. طيب بعد كده اللايبيدات تتكون من احماض دهنيه، ممتاز، وجليسرول. واسمحوا لي استغل ان انتوا بداتوا كيمياء عضويه. انا الحاجات ديت انا بدرسها في سنه اولى وانا متضايق وانا بدرسها، عشان مش عارف ارسم الصيغه بتاعتها، لان العيال هيبقوا واقفين هيتخضوا. الجليسترول دوت كحول ثلاثي، انتوا ما وصلتوش؟ ثلاثي الهيدروكسيل، صح؟ ماشي. طيب المهم في او اتش او اتش او اتش، وكمل الباقي اتشات بقى، تمام؟ طيب احنا دلوقتي عايزين نوصله باحماض دهنيه، ما هو عباره عن جليسترول واحماض دهنيه، حمض والثاني والثالث. تعال نرسم الحمض الدهني مثلا، انا برسم الكلام ده عشان هطلع منه في معلومه في الاخر. هنا سي دبل بوند او او اتش اللي هو سي او او اتش، مجموعه كربوكسيل، وفي هنا بقى مجموعه الكايل سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3 وهكذا. طيب هنا سي دبل بوند او او اتش، وهنا سي، سي دبل بوند او او اتش، وهنا سي. طيب حلو جدا، انا عايز دلوقتي اربط الكحول بثلاث احماض دهنيه، بنعمل تفاعل نازع للماء، هنزع من هنا اتش ومن هنا او اتش واوصلهم ببعض. اهي اهي تقريبا الرابطه دي كان اسمها رابطه استريه، استر، صح؟ تمام، فهنشيل هنا اتش وهنا او اتش ونعمل الرابطه، بقى كده عندك كحول ثلاثي الهيدروكسيل متصل به ثلاث احماض دهنيه، فكده انت عملت دهون او زيوت على حسب بقى الاحماض الدهنيه مشبعه ولا غير مشبعه. انتوا عارفين يعني ايه التشبع؟ طيب المشبع اللي هو متشبع بالهيدروجين، كل ما كان مشبع كل ما كانت الروابط فيه سيجما ولا باي؟ سيجما. احاديه ولا ثنائيه؟ احاديه. فبالتالي تبقى قويه ولا ضعيفه؟ قويه. فبالتالي بيبقى صلب ولا سائل؟ صلب. فبالتالي الدهون بتبقى مشبعه عشان صلبه، انما الزيوت بتبقى غير مشبعه، الهيدروجين قليل، لما تنزل هيدروجين مضطر ان انت تعمل رابطه باي ثنائيه، والرابطه باي قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه. فبالتالي بيبقى سهل ولا صعبه؟ صعب، سهله الكسر، فبالتالي بيبقى سائل مايع. فهمتوا الفكره؟ طيب اللي انا عملته هنا اسمه تفاعل نازع للماء، عشان اعمل عمليه اسمها عمليه البلمره، ان انا حولت مونيمر ومونيمر 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 الى بوليمر كبير. طيب حد يعرف البروتينات بتتكون من ايه؟ من احماض امينيه. كم نوع من الاحماض الامينيه؟ 20 نوع، صح؟ من اللي بيدخلوا في تكوين البروتين يعني. طيب الحمض الاميني التركيب بتاعه مهم جدا، واصلا احنا قلناه في المناعه وهنقوله دلوقتي تاني وهنقوله لسه في الدرس الرابع، فاحفظه. احنا دلوقتي المفروض ان انا براجع اصلا يعني. الحمض الاميني عباره عن ذره كربون تكافؤ رباعي، في هنا هيدروجين
وفي مجموعتان وظيفيتان مهمين جدا، الكربوكسيل والامين. الكربوكسيل سي او او اتش، بس اكتبها كده عشان تبقى مظبوطه، سي دبل بوند او او اتش. بعد كده هنا الان، النيتروجين تكافؤ ايه؟ ثلاثي، ادي واحد اثنين ثلاثة. وفي هنا مجموعه الايه؟ الالكايل. ركز معايا، ممكن اقول معلومه زياده شويه بس انتوا ان شاء الله هتلقطوها بسرعه. شايفين الالكايل دي؟ انا هشيلها واحط مكانها هيدروجين. دوت حاجه اسمها جلايسين، ابسط حمض اميني، ابسط حمض اميني اللي هو الجلايسين. ليه بقى؟ لان ابسط الكايل سي اتش 3، مش دي ابسط مجموعه الكايل؟ الاتش ابسط منها، فاهميني؟ فدلوقتي دوت الاميني الابسط على الاطلاق. يبقى دي واحد، يتفضل كم من ال 20؟ 19، 19 حمض اميني فيهم مجموعات الكايل. يبقى عدد انواع مجموعات الالكايل 19 نوع، لان خلي بالك كل اللي فوق ده ثابت ما بيتغيرش. طب لو انا عايز اغير حمض اميني عن الثاني عن الثالث، هغير فين؟ في الالكايل. جميل جدا. يبقى السؤال كان بيجي كده وممكن يلخبطك، يقول لك عدد انواع مجموعات الالكايل، تقول له 20. لا اصبر، 19 ليه؟ اصل في حمض اميني بنستعيض عن مجموعه الالكايل باتش اسمه جلايسين، ابسط الاحماض الامينيه. طب مجموعه الالكايل ديت ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى اي حاجه، ممكن تبقى سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3، ممكن تبقى سي اتش 2 وطلع منها حلقه بنزين، سي اتش 2 وحلقه بنزين معاها او اتش فينول، دي كلها احماض امينيه باسامي، تيروزين، تريبتوفان، ميثيونين، اسامي كتير بقى. احنا هنحتاج منهم في المنهج بتاعنا تقريبا 4 أو 5، وكل واحد هيجي في ميعاده. يعني مثلا الحمضين الامينيين اللي هم، بس مش دول، اللي هم الكنافينين والسيفالوسبورين، بس دي احماض امينيه غير بروتينيه. الجلايسين دوت عليك في المنهج، ابسط الاحماض الامينيه. في واحد تاني اسمه الميثيونين هتعرفه برضه، في ارجينين ولايسين هتعرفه، بس كل واحده في مكانها، مالكش دعوه بالاسامي دي خالص. طيب لو انا عايز اربط حمضين امينيين مع بعض عشان احول مونيمر ومونيمر الى بوليمر، يلا نرسم كمان حمض امين اهوت. ادي اتش ان اتش 2، وهنا سي دبل بوند او و اتش، وهنا مجموعه الالكايل. يلا نعمل تفاعل نازع الماء، انزع من هنا اتش وانزع من هنا او اتش، دي محتاجه رابطه ودي محتاجه رابطه اهو، دي رابطه ببتيديه، وانا كده عملت تفاعل بلمره نازع للماء. انا كنت بحب اقول ان الميه ديت هي الخباصه اللي بتوقع بين الحبايب. يعني اول بص، لو انا عايز افرق الاثنين دول مع بعض، ده الحمض الامين ده بيحب الحمض الامين دوت، وعلاقتهم مترابطه جدا ورابطه تساهميه ببتيديه قويه. نعمل ايه؟ دخل ميه، الميه تقوم جايه اهو، لا مش اس مش دي، هتقوم جايه منقسمه الى اتش موجب وهو اتش سالب، تقوم جايه رايحه لديت تقول لها سيبك منه، والله بجد قومي قوم جايه، تقوم جايه حاطه لها بس الاو اتش، تقول لها انت كده مشبعه، انت مش محتاجه رابط. تقول لها صدقي فعلا 1 2 3 4 التكافؤ بتاعه رباعي، وسيبك منه ده كان معايشك في نكد. تقوم جايه رايحه تقول لك والله العظيم نكديه، والله بص كده انت مشبع 1 2 3 وفرقتهم عن بعض. طب لو احنا عايزين نرجعهم، شيل الخباصه من نصهم، انزع الميه، شيل الميه من هنا، شيل الاتش من هنا، شيل الاو اتش من هنا، يبقى انت كده عملت ايه؟ اتش 2 او. فتلاقي النيتروجين قاعد فين ايامها والله كانت مونساني وبتاع، فقوم جاي رافع سماعه التليفون ويتصل تن تن تن، اهدى يا قلبي اهدى واستنى، حلم ده ولا بتمنى، هو ده حبيبنا، هي دي الرنه، ايوه يا نيتروجين بحبك قوي كنت فين، وهكذا يعني. فيقوم جايين عاملين الرابطه تاني. يبقى الرابطه نزع الماء بتجمع الحبايب، شيل الخباصه ما بينهم، تعمل تفاعل بلمره ارتباط. طب رجع الميه اسمه تحلل مائي، ان انا بضيف ميه فبيتفكوا من بعض، تمام؟ طيب الحقيقه ان انا اصلا جاي عشان رقم 4 اللي هو اللي هناك ده، اهو الاحماض النوويه بتتكون من حاجه اسمها نيوكليوتيدات. بقى نعرف ايه هو تركيب النيوكليوتيدات. النيوكليوتيدات بتتكون من 3 اجزاء، انا هقول التركيب وخلاص، هو كده خلصت الحصه، تمام؟ بتتكون من حاجه اسمها سكر خماسي الكربون، ودوت بيبقى اسمه الريبوز، وبيدخل في تكوين الار ان اي، الريبوز ريبونيوكليك اسيد، الحمض النووي الريبوزي. الصيغه بتاعته السكريات الاحاديه بتتبع الصيغه ديت سي اتش 2 او الكل باي ان، ديت اللي هي الصيغه العامه، حيث ان عدد ذرات الكربون وهو هنا خماسي الكربون. يلا عوض عن الان ب5، سي 5 اتش 10 او 5. بس ده بيدخل في الار ان اي، انا عايز بتاع الدي دي دي ان اي، الدي اوكسي ريبوزي. لا بالراحه بقى، دي اوكسي
ريبوز دي جاي من كلمة ديكريز عكس انكريز. انكريز يعني بيزود، ديكريز يعني بيقل. دي اوكسي يعني هننقص ايه؟ اكسجين. من مين؟ من الريبوز. يبقى دي اوكس ريبوز. يبقى هي سي 5 عادي، اتش 10 عادي، بس او 4. تمام. تعال نرسم المركب دوت. بنحط هنا ذرة اكسجين، هنا سي 1 سي 2 سي 3 سي 4. اقفل الشكل الخماسي يا حلاوة، لسه ناقص واحدة، اعملها هنا سي 5. تمام كده انا خلصت رسمته. طبعا ممكن واحد يقوم جاي لي، طب يا دكتور انا ما شفتكش رسمت ولا اتش. ما عادي، مفتوع الكيمياء العضويه بيقوم جاي عامل لك كده ويقول لك ده مركب ويلا سميه واسمه ايه ومش عارف فيه كام اتش والكلام ده. عادي بنكمله اتشات. هنا بقى هنكمل اتش واتش اتش واتش وهكذا. تمام. طيب انا يهمني مين في ده كله؟ يهمني الكربونه رقم 1 والكربونه رقم 5. مش انا قلت لك ان يوكليدا بتتكون من 3 اجزاء؟ انا قلت لك السكر الخماسي بس. السكر ده موجود في النص، بيمسك عن طريق الكربون رقم 1 في حاجه اسمها قاعده نيتروجينيه برابطه تساهميه في الكربون رقم 1، وبيمسك في مجموعه فوسفات برابطه تساهميه بالكربون رقم 5. يبقى اذا لو احنا افترضنا تركيب النيوكليدا يبقى عامل ازاي؟ يبقى عامل كده. انا مين؟ السكر. بالظبط. ربنا يبارك لك والله. السكر الخماسي، اهلا وسهلا، ماسك في الناحيه دي في قاعده نيتروجينيه بالكربون رقم 1، والناحيه دي ماسك في مجموعه الفوسفات بالكربون رقم ايه؟ رقم 5. عظيم جدا. مجموعه الفوسفات انا بحبها وبعمل جنبها قلب كده لانها محترمه، لانها ثابته. يعني ايه ثابته؟ يعني في الار ان ايه مجموعه فوسفات، وفي الدي ان ايه برضه مجموعه فوسفات. السكر يعني ماشي بيتغير بس تغيير بسيط، نزع اكسجينه، الريبوز غير الديوكس ريبوز، الار ان ايه غير الدي ان ايه. القاعدة النيتروجينية دي اللي بتغلبنا بقى، لأن فيها أدينين، جوانين، سيتوزين، ثايمين، يوراسيل. نكتب بس الأسامي. الأولى أدينين، الثانية جوانين، سيتوزين، ثايمين، يوراسيل. الدي إن إيه بياخد منهم 4 والآر إن إيه بياخد 4. إزاي؟ الأي والجي والسي ثابتين. يعني ايه ثابتين؟ يعني موجودين في الدي ان ايه وفي الار ان ايه. لو انت لقيت اي جي سي تي يبقى دي ان ايه، اي جي سي يو يبقى ار ان ايه. عظيم جدا. طيب معلومه زياده، الادينين والجوانين اخوات، والسيتوزين والثيمين واليوراسيل اخوات. يعني ايه اخوات؟ بص كده، في حاجه عندنا اسمها البيورينات، في حاجة تانية اسمها البيريميدينات. البيورينات دولت اللي هما الـ A G، والبيريميدينات اللي هما الـ C T U. البيورينات التركيب الكيميائي بتاعهم بيتكون من حلقتين، إنما البيريميدينات بتتكون من حلقة واحدة. للتسهيل دول عاملين كده اهو ودول عاملين كده اهو، حلقة واحدة. يبقى انا قسمتهم على حسب التركيب الكيميائي. دولت بنسميهم بيورينات ذات حلقتين، ودول اسمهم بيرميدينات ذات حلقه واحده. يا جماعه الكلام ده ما فيهوش فهم، دي معلومات تحفظها كده. تمام. الفهم فين بقى؟ ان ما ينفعش بيورين يتجوز بيورين، هما الاثنين اخوات، فلازم يخطبوا من الناحيه الثانيه. فتلاقي ان الادينين بيرتبط مع الثيمين هنا مع هنا، والجوانين مع السيتوزين، الجي مع السي. بيرتبطوا ازاي بقى؟ برابط هيدروجينيه. هنا رابطتين هيدروجينيتين، وهنا ثلاث روابط هيدروجينيه. تمام. يبقى الاي مع التي والجي مع السي. هتقول لي مش فاهم ليه الاي مع التي والجي حبيبي، مش احنا قايلين الدي ان ايه مفرد ولا مزدوج؟ مزدوج، شريط مزدوج. فانا لو عندي شريط من الدي ان ايه، الشفره اللي عليه عامله كده اي جي جي سي تي اي تي وهكذا. يلا نقول الشريط اللي قصاده، تعرفوا تملوني؟ الايه مع التي والجي مع السي. يلا ها، تي سي سي جي اي تي اي. يلا نعمل الروابط الكيميائيه. كم واحده؟ 2 3 3 3 2 2 2. دولت شريطي دي ان ايه. اي واحده ايه حطيت قصادها تي، اي واحده تي حطيت قصادها ايه، الجي قصاد السي والسي قصاد الجي. جي مع سي بثلاث روابط، ايه مع تي بربطتين. تمام. طيب في حاجه كمان انا بقول بلاش، هو المفروض ان انا نحط النيوكليدات جنب بعضها، بس خليها للحصه الجايه.
هي هتبقى خفيفة يعني إن شاء الله.